أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف بإذن الله النهاردة المحاضرة السادسة من الكراش كورس of endocrine، وهي بإذن الله تختص بالأدرينال كورتكس، وهي مجموعة المحاضرات الخاصة بالأطفال من مرضى مستشفى أبو ريش. فهنتوكل على الله ونبتدئ الادرينال كورتكس. في الاول عاوز اقول لكم ان الادرينال كورتكس دي يا اولاد هي اكشوالي احنا بناخد غده واحده، انما هم في الحقيقه زي ما هنشوف 3 ان 1، يعني 3 غدد في غده واحده. فده يمكن هيخلي الموضوع فيه معلومات اكتر شويه، لكن اللي هيسهله ان عندنا حاجات كتيره هناخدها عباره عن مراجعه لحاجات خدناها سابقه، هتبقى لطيفه لان الكلام بيبتدي يتكرر ويعيد نفسه. فنتوكل على الله ونبتدئ الادرينال كورتكس. الادرينال جلاند ان جنرال، كورتكس ومظله، كلمه اد رينال يعني جار كلويه، اد ما انتم عارفين اب يعني بعيد واد يعني قريب، جاء من كلمه اديشن يعني اضافه، فهي غده قريبه من الكليه او الجار كلويه. ودي بتنقسم الى قسمين يا ولاد، الى ادرينال كورتكس اللي هي موضوعنا باذن الله النهارده، ادرينال كورتكس، وادرينال مظله هتبقى موضوعنا المحاضره القادمه باذن الله. نخلص من ادرينال مظله، دي بتمثل 28% من الادرينال جلاند، وهي عباره عن موديفايد سمباثيتك جانجليون، هنقول الكلام ده بعد كده، وبتطلع الكاتيكولامينز اللي اتفقنا سلفا ان الكاتيكولامينز دول 3 حاجات، ابينفرين اللي هو الادرينالين، نور ابينفرين اللي هو النور ادرينالين، واوعوا تنسوا للاوائل الدوبامين. انا عارف في جامعاتنا العربيه بيحبوا يقولوا الابينفرين الى النور ابينفرين اللي هو الادرينالين النور ادين 80 الى 20%. الحقيقه في ان هيومن بينجز الكلام اللي ثبت اكتر ان كميه الادرينالين اللي هو الابينفرين 90% والنور ادرينالين 10%. على اي العدد اللي عندك يعني خد بيه. تقل موضوعنا بقى هو الادرينال كورتكس اللي هي زي ما قلنا دي 3 ان 1، 3 غدد مع بعض. قبل ما اجي لها عاوز اقول لكم هو ليه ربنا حط الادرينال كورتكس جنب الادرينال مظله، يعني كل حاجه قلنا انه وراء الخلق خالق، ان هما الاثنين بيطلعوا هرمونات بتعنينا في حاله الاسترس. بس في فرق، شوف الروعه، ان الادرينال مظله بتطلع كاتيكولامينز بتشتغل نون جينوميك رابيد وذين مينتس، اما الادرينال كورتكس بتطلع استيرويدز بحرف الاس، قلنا هتبقى اس سلو، بتبقى اورز تو دايز، يعني هما الاثنين بيتعاونا في الاسترس، واحده اللي هي الادرينال مظله رابيد وذين مينتس الاكشن بتاعها الهرمونات، بينما الادرينال كورتكس اللي بتطلع استيرويدز الاكشن بتاعها سلو اورز تو دايز. انا بحب اقول الكلام ده عشان تفهموا انها وراء الخلق خالق، انها ليست عشوائيه، مش اي حاجه بتحط مع اي حاجه. نيجي بقى لموضوعنا هو الادرينال كورتكس اللي هي قلنا 3 ان 1 3 زونز. اول زون عندنا اسمها الزونا جلوميرولوزا اهي، بتمثل 15% من وزن الغدة ككل، الأدرينال مظلة وجلاند 15%، مش مهم الأعداد دي، الخلايا موجودة في شكل ووردز اوف سيلز يعني حلقات. الكبيبة يعني جلوميرولس يعني الكبيبة حاجة مكببة كده، وهي شكل الجلوميرولس بتاع الكدني، فسموها زونا جلوميرولوزا، ودي زي ما هنشوف بعد قليل إنها بتطلع المينرال وكورتيكويدز. وخد بالك بقى دي أول مرة هناخد حاجة زي كده، ده سؤال ام اس كيو واسينشال فور لايف. تاني لير هي اللير الاهم اللي هي زونا فاسيكيولاتا. فاسيكل يعني حزمه، لان الخلايا بتاعتها موجوده في شكل كولمز اوف سيلز يعني اعمده من الخلايا، ودي على فكره بتمثل نص وزن الغده 50%، دي الاهم، بتطلع الجلوكوكورتيكويدز اللي اهمهم الكورتيزول، وحتى سموه كورتيزول لان ده اهم واحد طالع من الكورتكس فسمي كورتيزول، وهذه اللير برضو وده سؤال ام اس كيو اسينشال فور لايف. يعني عندي في ال
3 layers في 2 بس essential for life. الزونة جلوميرولوزا اللي بتطلع المينرالوكورتيكويدز لأنها بتعني بالمينرالز، والزونة فاسيكولاتا اللي بتطلع الجلوكوكورتيكويدز لأنها بتعني بالأورجانيك ماتيريالز الجلوكوز والحاجات الأخرى بروتين وليبيد. أما ثالث لير هي أقلهم 7% بس، بيسموها زونة ريتيكولاريس، شكلها زي الشبكة، الخلايا محطوطة في شكل نتورك أوف سيلز، دي 7% بس. دي بتطلع سكس هرمونز مينلي اندروجين، حتى عشان ما تنسوهاش بقولها بطريقة عشان تفتكروها انهي لير اللي بتطلع السكس هرمونز. كان هناك مجلة لبنانية بتعني بالامور الجنسية كان اسمها الشبكة، عشان تزود يعني توزيعها، فاوعى تنسى الشبكة دي بتاعت الجنس الزونا ريتيكولاريس، خلاص، اللي هي اقلهم 7% وتطلع هرمونات جنسية مينلي اندروجين، معظمهم الهرمون الذكري مينلي اندروجين، تمام، لكن بتطلع كمية صغيرة زي ما هنشوف من الايستروجين. وعلى هذا الاساس قلت لكم يا اولاد ان السكس از نوت ان ابسولوت كاركتر، الجنس ليس صفة مطلقة، كل ذكر عنده شوية ايستروجين وكل انثى عندها شوية اندروجين، مبعثهم هو الزونة ريتيكولاريس لانها بتطلع الاثنين، صحيح مينلي اندروجين لكن بتطلع كمان شويه ايستروجين. فالجنس ليس صفه مطلقه، كل ذكر عنده شويه ايستروجين وكل انثى عندها شويه اندروجين، ولو شال عليه القدير، وده اللي هنشوفه في الامراض، ممكن من امسى فتحي اصبح فتحيه والعكس بالعكس، الجنس ليس صفه مطلقه. نقطه ثانيه تستحق الاشاده يا اولاد، ان الزونا فاسيكولاتا والزونا ريتيكولاريس في الهيومن بينجز اللي هي اللير الثانيه والثالثه بيشتغلوا از وان يونت. يعني الزونا فاسيكولاتا بتطلع مينلي جلوكوكورتيكويدز لكن سام سيكشوال هرمونز، وكذا الزونا ريتيكولاريس بتطلع مينلي سيكس هرمونز اندروجين لكن معاه شويه جلوكوكورتيكويدز. يبقى اتعلمنا في الرسمه دي الحقائق الاتيه المهمه يا اولاد، ان مين في الثري لايرز اللي هم اسينشال فور لايف، اول اثنين زونا جلوميرولوزا بتاعت المينرالوكورتيكويدز والزونا فاسيكولاتا بتاعت الجلوكوكورتيكويدز. طب مين التو لايرز اللي بيشتغلوا از وان يونت في الهيومن بينجز، بيطلعوا بوث تايبس اوف هرمونز بس ان ديفرنت بروبورشنز، بنسب مختلفه، الزونا فاسيكولاتا اللي بتطلع جلوكوكورتيكويدز والزونا ريتيكولاريس اللي بتطلع سكس هرمونز. طب مين اهم الليرز على الاطلاق اللي بتمثل نص الغده، ادرينال مدلة وكورتكس؟ الزونة فاسيكولاتا اللي بتطلع 50%، عشان كده افتكر الهرمون اللي بتطلعه اسمه كورتيزول and not كورتيزون بالال، كورتيزول، ده اللي هنشوفه، حب الدقه. طيب كانت هذه مقدمه، ننتقل بقى يا اولاد الليرز، وانا اعملها لكم في جدول لطيف من 5 نقاط سهلين جدا بس بيجوا كلهم في الامس كيو. قبل ما نبتدي الجدول، فانا احب اقول لكم ان الادرينال كارتكس نوع الهرمون بتاعتها، ده سؤال امس كيو، ستيرويدز، واحنا اتعلمنا ان الاستيرويدز دي بيتعملوا من الكوليسترول، لان قلنا الكوليسترول ده مش مركب سائل السمعه، مش بس يعمل تصلب شرايين، كل الاستيرويدز بيتعملوا من الكوليسترول. هذا الكوليسترول جاي منين يا اولاد؟ جاي معظمه، ده سؤال ام اس كيو، فروم ذا سيركيليشن، موستلي تيكن فروم سيركيليشن، اللي بيعمل استيرويد هرمونز. طب فين في خلايا الادرينال كورتكس بيتكون الاستيرويدز؟ دي معلومه هيستولوجي يا ولاد، احنا عارفين الاستيرويدز بيتعملوا، اوعى تنسى الاس مع الاس، في السموث اندوبلازميك ريتيكولم، لان الرف الجرانيولر بيعمل بروتينز، الاستيرويدز هي نوع من انواع الليبيد بيتعملوا من الكوليسترول، بيتعملوا في السموث اندوبلازميك ريتيكولم والميتوكوندريا، ده السايت فورميشن. يبقى ان تركيب الهرمون ستيرويد سؤال ام اس كيو، بيتعملوا من الكوليسترول اللي معظمه من السيركوليشن سؤال ام اس كيو، في الميتوكوندريا والسموث اندوبلازميك ريتيكولم سؤال ام اس كيو. طب نيجي النقطه الرابعه بقى والاهم، في ايرلي ستيب ان احنا لازم عشان نعمل اي ستيرويد هرمون نحول هذا الكوليسترول الى بريجنينولون بالانزيم اللي بيعمل الحكايه دي، اسمه كوليسترول ديسموليز، كوليسترول ديسموليز بيحول الكوليسترول
للمادة الأم اللي بيتعمل منها كل الاستيرويد هرمونز برينينولون. ده ريت ليميتنج ستيب، يعني لو ما عرفتش تعمل الخطوة دي خلاص هي دي اللي بتحدد كمية الهرمونز اللي هتطلع. ونقطة تانية مهمة، استيميليتد باي اول كنترولرز، اي حاجة بتستيميليت لير معينة لازم تستيميليت الايرلي ستيب دي عشان تعمل الهرمونات المعنية. ندخل بقى في الجدول بتاعنا يا اولاد. عندنا 3 زونز، كل زون هنعرف عنها 5 كلمات. اول حاجة زونة جلوميرولوزا، ادي اول كلمة، اللي بتطلع مينيرالو كورتيكويدز، الاستيرويدز اللي هي بتعني بالمينرال اسمهم مينيرالو كورتيكويدز تاني كلمه، ودول كاربون 21 استيرويدز معمولين من 21 كاربون اتومز. دي معلومه ام اس كيو، كل واحده ام اس كيو. طب مين المين مينيرالو كورتيكويدز كتيره في حرف اس؟ اهمهم الالدوستيرون اللي هو بيمثل 90% من المينيرالو كورتيكويدز. وكلمة ألدوستيرون من شقين، ستيرون يعني ستيرويد، وألدر أنا بقولها للزملاء الأصغر سنا، ده بيعني بالمينرال زولات، يعني بيحتفظ بالملح ومن ثم المية بتاع المية، بيحافظ على الملح والمية. ألدر دي شجرة معينة ما تنموش غير لما يبقى جنبها مية كتير جدا، related to water. فكلمة ألدر يعني related to water، الستيرويدز المتعلق بالماء، ادي معنى كلمه الدوستيرون، لانه بيحتفظ بالملح صوديوم كلورايد ومن ثم ميه. المعلومه الثالثه، طب ايه الكنترولرز، ايه الحاجات اللي بتتحكم فيها؟ هنا معلومه مفاجاه جدا، مش اهم حاجه الصوديوم، مع ان هو اساسا بيحافظ على الصوديوم وبيرمي بوتاسيوم، انما اهم تو كنترولرز السؤال اللي مش كده مهم، البوتاسيوم لانه من البوتاسيوم ما قتل، والانجيوتنسين 2. طيب هذه اللير هي الوحيدة اللي بتقدر تعمل مينرالو كورتكويدز، في التو لير الثانيين ما يقدروش. ليه؟ لان هي الوحيدة اللي بتمتلك الالدوستيرون سينثيز انزيم. سؤال ام اس كيو، الدوستيرون سينثيز انزيم. يبقى الخمس كلمات، الزونا جلوميرولوزا كلمة أولى، طلع مينرالو كورتكويدز 21 كربون ستيرويدز كلمة ثانية، اللي هو أهمهم الالدوستيرون 90% كلمة ثالثة، أهم كنترولر مش الملح البوتاسيوم، والانجيوتنسين 2 جملة رابعة. وبعدين طب دي الوحيده اللي بتعمل الدوستيرون، يعني ما فيش لير ثانيه تعرف تعمل مينرال كورتكويز غير دي، لان هي الوحيده اللي عندها الدوستيرون سينثيز وما عندهاش ال17 هيدروكسيليز اللي بيعمل الهرمونات بتوع التو ليرز اللي جايين. نيجي ناخد ثاني لير وهي الاهم، زونا فاسكولاتا، قلنا عشان اللير ساكل فاسكلز حزب، بتطلع جلوكوكورتيكويدز عشان دي بتزود الجلوكوز، وطبعا لها علاقه بكل الاورجانيك food substances. دول برضو 21 كربون ستيرويدز، يعني كربون 21 ستيرويدز، تمام. وبعدين بتطلع ايه بقى الجملة الثالثة؟ كورتيزول، ده اهم حاجة اللي هو منه من عشان طالع من كورتكس، قلنا دي 50% من الوزن. وبتطلع واحد تاني اقل اهمية اسمه كورتيكوستيرون، النسبة ما بينهم in humans 7 to 1. طب هاخد اللير اللي بعدها لان هما بيشتغلوا از وان يونت، حتى لو حطيت لك هنا خطين اهم، اللي هو الزونا ريتيكولاريس، اللي هي بتطلع يعني قلنا الزونا فاسكولاتا بتطلع جلوكوكورتيكويدز وسام سكس هرمونز، الزونا ريتيكولاريس بتطلع سكس هرمونز وسام جلوكوكورتيكويدز. خد بالك بقى السكس هرمونز مش 21 كربون اتوم، انما كربون 19 ستيرويدز، ودي بتيجي سؤال يا اولاد. طب اهمهم مين بقى؟ مين المين اندروجينز؟ قلنا بتطلع اساسا اندروجينز، المين اندروجين اللي هو اسمه دي هيدرو ايبي اندوستيرون، عشان كده اختصاره دي هيدرو اتش ايبي اي اندوستيرون اي. وبتطلع واحد تاني، يعني ده بيتحول لواحد تاني يبقى كميه اقل، اسمه اندرو ستينينديون، اندرو ستينينديون، يعني ال دي اتش اي اي بيتحول لاندرو ستينينديون. عموما هما الاثنين ويك اندروجينز كومبيرد لطريم التستكلز، بيبقوا اضعف كثيرا. قلنا بقى ليه انا خدت التو ليرز دول مع بعض، الفاسيكولاتا اللي بتطلع جلوكوكورتيكويدز اساسا وسام سكس هرمونز، ودول 21 كربون اتوم،
والريتيكولاريس اللي بتطلع 6 هرمونز اساسا وسام جلوكوكورتيكويدز 19 كاربون اتم ستيرويدز. قلنا اهم مثال هنا عندنا هو الكورتيزول، وفي مثال اخر اقل اهميه كورتيكوستيرون، انما اهم مثال هنا في الاندروجين اللي هو دي اتش اي اي، ومثال اقل اهميه اللي هو الاندرو ستيرينديون. طيب هما الاثنين كنترولد بالانتيرو بيوتري بالاي تي اتش، يعني هما الاثنين فانكشن از وان يونت ذا سيم كنترولر اللي هو الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون بتاع الانتيرو بيوتري. هما الاثنين عندهم ال17 هيدروكسيليز انزيم اللي هو مهم لعمل الهرمونات بتاعتهم، وما عندهمش الالدوستيرون سينسيز، لان ده سؤال ام اس كيو. يبقى هقولها بطريقه لطيفه، يبقى التو لايرز دول يا اولاد في ثلاث سمات مشتركه ما بينهم، ان هما الاثنين بيطلعوا ذا سيم تايبس اوف هرمونز بس كميات مختلفه، الفاسيكولاتا جلوكوكورتيكويدز وسام 6 هرمونز، الشبكه بتاعه الجنس ريتيكولاريس 6 هرمون وسام جلوكوكورتيكويدز. ادي اول نقطه. طب النقطه الثانيه ان هما الاثنين كنترول ديبل ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون انتيبيوتري. النقطه الثالثه ان هما الاثنين عندهم ال17 هيدروكسيليز انزيم وما عندهمش الالدوستيرون سينسيز اللي موجود فقط في الزونة جلوميرولوزا. معلومه في الام اس كيو مهمه بقى، ان كل المينرالوكورتيكويدز والجلوكوكورتيكويدز اللي هو كاربون 21 ستيرويدز اهم have both mineralocorticoids and glucocorticoids activity. يعني mineralocorticoids عندها شوية glucocorticoids وglucocorticoids عندها شوية mineralocorticoids activity. لاحظ حتى هما الاثنين اللي زي بعض 21 steroids، لان 6 hormones 19 carbon 19 steroids. الجدول ده يا اولاد صعب، في كمية اسئلة MSQ مهمة جدا، فابقوا راجعوه تاني اذا عايزين تعرفوا كويس. تقلي اللوحة الثانية. اللوحة الثانية بتختص بالترانسبورت ان بلاد، الاستيرويد بتنقله ازاي في الدم. هنا فرصة يا اولاد نراجع حاجة حلوة. انا قلت لكم الاستيرويدز ومعاهم الثيروكسين دول بيبقوا لايبوفيليك، بيدوبوا في الليبيد وعليه يبقوا هيدروفوبيك، بالعكس ما يدوبوش في المية. يعني الاستيرويدز والثيروكسين ما بيدوبوش في المية. طب احنا عندنا الهرمون بيطلع في البلاد اللي البلازما فيه المية تشكل 90% في البلازما، يعني هما ما بيدوبوش في المية وهيطلعوا في الدم اللي هو البلازما فيها 90% مية، يبقى لازم نخليهم يدوبوا في المية. فعشان كده الاستيرويدز والثيروكسين هما اللي بيتشالوا على بلازما بروتينز. ايه الغرض من ان احنا نشيلهم على بلازما بروتينز؟ واحد ان هما يبقوا ميسيبل وزوط، يدوبوا في الميه، لان هما لايبوفيليك انما هيدروفوبيك ما بيدوبوش في الميه. فاليونيون مع بلازما بروتينز بتخليهم كهرمونز في الدم ميسيبل سوليبل ان ووتر. حاجه تاني هنسالك في الام اس كيو او في الشفه، انها ريزرفوار هرمون، الباوند فورم اوف هرمون ده الان اكتف فورم، الفري فورم الاقل هو ده الاكتف فورم. طب ثالث نقطة في الام اس كيو مهمة جدا يا اولاد، ان هو بيتشالوا على مين اكتر؟ الالبيومين عنده الماكسيمم كاباسيتي، ومع ذلك بيتشالوا اكتر على الجلوبلينز، الثيروكسين والستيرويدز كورتيكوستيرويدز، بيتشالوا اكتر على الجلوبلينز انه عنده الهايست افينيتي مش الهايست كاباسيتي. يبقى اتعلمنا ان الاستيرويدز والثيروكسين لايبوفيليك هيدروفوبيك وعليه يتشالوا على بلازما بروتينز. تاني نقطه لغرضين، عشان يبقوا ميسيبل وز ووتر وعشان ريزرفوار فور، وبعدين انهم بيتشالوا اساسا على جلوبلينز. هنا الجلوبلينز في الحاله دي اسمه كورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين، لكن كمان في كميه بتتشال على البيومين، بس الاساس على كورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين اللي هو اختصاره سي بي جي، كورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين. دي كانت أول معلومة. تاني مجموعة من معلومات، إن كل ما كان ذا مور ذا بايندينج يبقى كل ما كان الباوند فورم أكتر اللي هو إنأكتف، كل ما كان ليس فري فورم، يعني مور بايندينج يبقى ليس فري فورم. طيب إحنا قلنا البايندينج ده بيحافظ على الهرمون،
يبقى اللي هيبقى باوند اكتر بلازما بروتين هيتحافظ عليه اكتر، هو مش اكتف بس هيتحافظ عليه اكتر. يبقى سؤال ام اس كيو عنده لونجر هاف لايف، يعني تركيزه بينزل للنص، ده الهاف لايف. امتى التركيز؟ بعد وقت قد ايه ينزل التركيز للنص؟ بيبقى وقت اطول. سؤال ام اس كيو، كورتيزول اللي هو جلوكوكورتيكويدز عنده اطول هاف لايف، هو 90% منه باوند و10% فري، بيعيش 60 هاف لايف بتاعته 60 to 90 minutes. كورتيزول ده اكتر واحد، هو اهم واحد تحافظ عليه اكتر واحد. يليه الكورتيكوستيرول اللي هو برضه جلوكوكورتيكويدز، الهاف لايف بتاعته من 60 ل 90 دقيقه 50 دقيقه. انما اقل هاف لايف في الام اس كيو هو الالدوستيرول من الكورتيكويدز 20 minutes، ده الهاف لايف. دي تاني معلومه. تالت معلومه هي الاهم في الام اس كيو، هذا الكورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبين اللي هو بلازما بروتين خلاص بيتشال، بيتعمل فين اساسا؟ كاي بلازما بروتين، بلازما بروتين بتعمل اساسا في الليفر، فهو بيتصنع في الليفر. طب خد بقى اللي بعدها مهمه جدا، واتس برودكشن بيزيد بالايستروجين، هرمون الانثوي بيزود البرودكشن. نجي نفهم يا رب ما نحفظ، هو ليه ربنا خلى الايستروجينز يزود الجلوبرين اللي بيشيل الكورتيكوستيرويد، كورتيكوستيرويد بايندينج جلوبرين، واذا عاوز افكرك والثيروكسين بايندينج جلوبرينز برضه، يعني الايستروجين بيزود الجلوبرين اللي بيشيل الثيروكسين واللي بيشيل الكورتيكوستيرويد. يبقى ايه الغرض؟ يبقى هيحافظ عليهم اكتر، هرمونات هتزيد اكتر. هذا الايستروجين تعالى نفهم بقى، اللي بيزود البرودكشن بتاع الكورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبرين والثيروكسين بايندينج جلوبرين بيزيد زياده رهيبه في البريجننسي. شوف العظمه في الخلق الالهي، يعني ربنا خلى البروتين اللي بيحافظ على الثيروكسين والاستيرويدز يزيد ازاي؟ ان الايستروجين بيزيد جدا في البريجننسي فيزود الجلوبرين اللي بيزود الثيروكسين بايندينج وبيزود الكورتيكوستيرويدز بايندينج. حاجة جميلة ليه؟ لأن البريجنانسي الست بتطلع بوظائف أكثر، حجمها بيزيد، في مور ميتابوليزم، عندها كائن جديد جواها اللي هو البيبي، ففي البريجنانسي موست هرمونز بتزيد. إزاي بقى ربنا عملها؟ إنه خلى الإيستروجين اللي بيزيد جدا في البريجنانسي يزود الكورتيكوستيرويدز والثيروكسين بايندينج جلوبرينز اللي هيزود البايند فورم، الباوند فورم اللي هو بنقدر نحافظ عليه. وبالعكس، طب مين ينقص هذا الجلوبرين؟ فكر، هو بيتعمله في الليفر، يبقى لو واحد عنده ليفر سيروزس، تليف في الكبد، كبد بايظ، او نيفروزس، بوظان في الكليه بتفقد البلازما بروتينز. دي اهم سؤال في الام اس كيو. طب خد النقطه الرابعه والاخيره بقى، يبقى في البريجننسي واللي بقوله على كورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين ينطبق هو هو على الثيروكسين بايندينج جلوبلين. في البريجننسي الكورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبلين بيزيد، وعليه التوتال كورتيزول بيزيد. يبقى دي سؤال مهم جدا في الام اس كيو، زاد الايستروجين فزود الكورتيكوسترويدز بايندينج جلوبرين اللي بيمسك الكورتيزول، فالتوتال كورتيزول ليفل هيزيد، وده المطلوب. زي هناك برضو ما هيزيد التوتال ثيروكسين ليفل التوتال. طب انما الفري فورم هيحصل له ايه بقى يا اولاد؟ دي مهمه جدا في الام اس كيو. يبقى طب من الباوند فورم زاد، يبقى بالمنطق اللي هيفضل فري هيبقى اقل. طيب بس لما الفري بيقل اللي هو ده الاكتف فورم، بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم هيطلع الاستيميليتنج هرمون اللي هو الاس تي اتش يزوده، فالفري فورم في كورتيزول يبقى نورمال، يرجع تاني النورمال، يعني انيشالي بس يقل وبعدين يرجع للنورمال. يبقى احنا الايستروجين اللي زاد في البريجننسي زود الكورتيكوسترويدز بايندينج جلوبرين، زود التوتال كورتيكوسترويدز المخزون بتاعنا. طب الباوند فورم زاد، يبقى التوتال زاد، الباوند فورم زاد، ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. طب وعليه الفري فورم يمر بمرحلتين، انيشالي
يقل شوي ادام الباون فور بيقل، لكن بسبب النيجاتيف فيدباك ميكانيزم يرجع يبقى نورمال. طب ايه قيمه دي بقى؟ بص العظمه، يبقى في البريجننسي عندي مخزون كبير من الكورتيزول، في هاي كورتيزول ليفل، بس الفري فورم ما قلش، رجع للنورمال. يبقى التوتال كتير لكن ما فيش تاثير على الوظيفه، لان الفري فورم ما زادش، ما فيش زياده في الجلوكوكورتيكويدز اللي زاد التوتال. التوتال ده ان اكتف، العانه ما عندهاش هايبر كورتيزيزم ولا هايبوكورتيزيزم بسبب نقص الفري فورم. يبقى ربنا بيزود المخزون اللي هو التوتال بسبب انه زود البايندينج فورم، اما الفري فورم لا يتاثر لانه في الاول هيقل وبعدين يرجع تاني للنورمال بالاستيميليتنج هرمون. ونفس الكلام يا اولاد ينطبق على الثيروكسين، الثيروكسين بايندينج جلوبين يزيد يبقى الباوند فورم اللي هو التوتال يزيد، الفري فورم يقل انيشالي شويه وبعدين يرجع للنورمال. يبقى السؤال في الام اس كيو التوتال بيزيد، المخزون يزيد وهو المطلوب، بينما الفري بعد ما انيشالي بيقل بالفيدباك بيرجع للنورمال، فالعانه لن تعاني من ديستربنس في الفانكشن بسبب زياده المخزون، وده الروعه. طبعا لك ان تتخيل ان الريفيرس بيحصل لو قل الكورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبولين او الثيروكسين بايندينج جلوبولين في الليفر سيروزيس او في النيفروزيس. دي حته مهمه قوي يا اولاد. الحته الاولانيه طبعا لانها عباره عن كيمستري فبتبقى اصعب شويه لحد ما نيجي للفانكشنز اللي تحبوها. نيجي للميتابوليزم بتاع الهرمونز، ودي حته كل يوم فيها جديد، فعاوز تسمعوني كويس خاصة الزملاء الأصغر سنة. الميتابوليزم نقولها الأول، أول معلومة عندنا لطيفة إن جنرال سبيكينج إحنا قلنا إن الاستيرويدز اللي هنا أهم واحد عندنا الكورتيزول جلوكو والألدوستيرول بيبقى ميتابولايز في الليفر والبرودكتس إكسكريتد نيورين. معلومة عامة، الاستيرويدز والثيروكسين ميتابولايز في الليفر وإكسكريتد نيورين. وعليه في الليفر ديزيزز الهرمونات دي مش هتبقى ميتابولايزد، لما الليفر تبوظ يبقى الاستروج مش هيحصل لها ان اكتيفيشن، وعليه الهرمون هيزيد زي ما نشوف. الالدوستيرون الناس اللي الكبد بتاعهم بايظ ما بيكسرش الايه الالدوسترون هيبقى عندهم هايبر الدوسترونيزم، مهمه في الام اس كيو. طيب نيجي المعلومه الثانيه، ركزوا معايا لان الكلام صعب شويه. دلوقتي احنا قلنا ان الهرمون عند التيشو بيحصل له حاجه من اثنين، هيتحول لمور اكتف فورم هيتحول لليس اكتف فورم، يعني التيشو بتساهم في الان اكتيفيشن. كان في معضله حلوها اخيرا يا اولاد، ايه هي؟ نعرف فين السؤال عشان ندور على الاجابه. ان الكورتيزول تركيزه 1000 مره قد الالدوستيرون. طب حلو خالص. طيب ان فيترو لما بتحطه خارج الجسم عنده فيري هاي افينيتي، بيمسك بعنف للريسبتور بتاعت المينرالوكورتيكويدز. يبقى هاتان الحقيقتان، الكورتيزول قد الالدوسترون 1000 مره وبيمسك بقوه جدا في المينرالوكورتيكويدز ريسبتور، يبقى كان لازم يبقى عنده فيري فيري هاي مينرالوكورتيكويدز لايك اكشن. ولكن هذا غير حاصل. ليه بقى؟ عرفوا التفسير اخيرا، ان داخل الجسم ان فيفو في انزيم لطيف جدا اسمه الفا بيتا هيدروكسيستيرويد دي هيدروجينيز، تحفظوا صم 11 بيتا هيدروكسيستيرويد دي هيدروجينيز. هذا الانزيم فيه منه 2 تايبس، تايب 1 تايب 2. تايب 2 ده الانزيم ده موجود في تيشوز كتيره جدا اهمهم الليفر والكدني. تايب 2 اللي موجود على الرينال سيلز بيحول الكورتيزول اللي هو قلنا 1000 مره قد الالدوستيرون وبيمسك بقوه في الريسبتور بره الجسم، بيحوله الكورتيزون اللي هو ليس اكتف كومباوند اللي هو داز نوت بايند تو ريسبتور. عشان كده الكورتيكوستيرويدز في النورمال ما عندهاش سترونج مينرالو كورتيكويدز اكتيفيتي، برغم انها الكورتيزول 1000 مره قد الالدوستيرون وبيمسك بعنف بره في الريسبتور بتاع المينرالو، بس جوه ال 11 بيتا هيدروكسيستيرويد دي هيدروجينيز تايب 2
بيحول هذا الكورتيزول الاكتيف لان اكتيف كومباوند اسمه كورتيزون. الكورتيزون ده يا اولاد موجود في الجسم بس زي ما انت شايف اهو ان اكتيف، حتى ما بنعوز نوقف الاكتيفيتي بتاعه الكورتيزول بنحوله لكورتيزون، نحول الكورتيزول بالال الى كورتيزون. طب يبقى سؤال مهم جدا وده للزملاء الاصغر سنا، انا بسمع عندي قريبي وصاحبي بياخد كورتيزون بالان، طب ازاي هو بياخد كورتيزون اللي هو موجود جوه الجسم وين اكتف بيدوله من بره برضو كورتيزون اللي هو ان اكتف واحنا عاوزين كورتيزون؟ قال لك ان تايب 1 من هذا الانزيم بيعمل العكس. مين اللي بيحول الكورتيزون اللي هو يوزد از دراج موجود جوه الجسم بس از دراج، مين اللي بيحوله الى تايب 1 الى كورتيزون اللي هو الاكتف فور؟ ايه العظمه دي؟ يبقى في مقدورك عن طريق ال 11 بيتا هيدروكسيستيرويد دي هيدروجينيز انك تحول الاكتف فورم اللي هو الكورتيزول اللي هو موجود اكتر فورم موجود عندنا من جروب كورتيكوز جوه الجسم كورتيزول بالال الى كورتيزون. ده مين اللي بيعمل العمله دي؟ تايب 2. وهذا الكورتيزون ما بيأثرش على الكدني لان الانزيم اللي موجود على الكدني بيحول الكورتيزول الى كورتيزون اللي هو داز نوت بايند تو ريسبتور. وعليه فكر معايا في الام اس كيو، امتى الكورتيزول هيبقى عنده فيري هاي مينرال كورتيكوز لايك اكتيفيتي لو الانزيم ده مش موجود او انهيبيتد؟ لو تايب 2 ده ابسنت اور انهيبيتد يبقى الكورتيزول هيقعد زي ما هو كتير جدا وبيمسك في ريسبتور بقوه يعمل اكشن قوي على كمينرال كورتيكويدز. الكلام ده للزملاء الاصغر سنا. بينما ادينا اتعلمنا هل في في الجسم كورتيزون؟ اه بس ليس اكتف وكميه صغيره جدا. طب الدراج اللي بناخده من بره اسمه ايه؟ اسمه كورتيزون. طب ازاي هيشتغل؟ ان تايب 1 بقى مينلي مش اونلي هو بيساعد بوث دايركشنز بس مينلي بيساعد تحول الكورتيزون الانكتيف الى كورتيزون. انا عارف حته صعبه يا اولاد شويه. نرجع تاني بقى للحته الاسهل شويه. احنا قلنا ان الكورتيزول والالدوستيرون بيبقوا ميتابولايزد في الليفر والبرودكتس اكسكريتد ان كيدني. بيبقوا ميتابولايزد بطريقتين، يا اما ريدكشن يا اما اوكسيديشن. ذن يحصل حاجه مهمه قوي يا اولاد، يحصل لهم كونجيوجيشن مع جلوكورونيك اسيد او سلفيت. طب ليه بيبقوا كونجيوجيتد؟ الكونجيوجيتد فورم ده بيحول حاجه ما بتدوبش الى حاجه بتدوب، فبيحولهم الى اهو الكونجيوجيتس ده ان اكتف خلاص الهرمون باظ حصل له كونجيوجيشن ان اكتف لكنه soluble برغم ان هو not bound to plasma protein. هو soluble بسبب الconjugation مش بسبب bounding to plasma protein وبالتالي easily excreted in urine، بيدوب في المية وسهل يبقى excreted in urine. يبقى ده conjugate form. يبقى في الليفر بيحصل metabolism oxidation reduction then conjugation، اول ما حصل له conjugation بقى inactive بس بقى soluble فيحصل له excretion in urine. تعال بقى نكمل قصة الكورتيزول وقصة الالدوسترون هيبقوا اكسكريتد ازاي. الكورتيزول 10% منه في الليفر يتحول الى 17 كيتو ستيرويدز. خد بالك 17 كيتو ستيرويدز ده اللي هو الاند برودكت برضو بتاع السكس هرمونز. ما احنا قلنا الكورتيزول والسكس هرمونز يعني التو ليرز بيطلعوهم هما الاثنين، 17 كيتو ستيرويدز وكورتيزول اللي هما ان اكتف اهو. هنا ده بيبقى كونجوجيتد مع السلفر، ما احنا قلنا سلفر يا اما جلوكورونيك اسيد واكسكريتد نيورون. 10% هيتحولوا الى 17 كيتو ستيرويدز وكورتيزول واكسكريتد نيورون. يبقى في 10% من الكورتيزول اللي وصل الليفر بيروح في اليورين. طيب و15% بينزل في الاستول. طب والباقي اللي موجود في الانتستين يحصل ايه؟ يرجع تاني للليفر. حاجه اسمها انتيرو يعني انتستين هيباتيك سيركوليشن. يبقى 10% هيبقوا كونجوجيتد مع السلفر بعد ما تحولوا ل 17 كيتو ستيرويدز كورتيزول بقوا سوليبل برغم انهم مش باوند بلازما بروتين وان اكتف هينزلوا في اليورين 10%، 15 ينزلوا في الاستول والباقي هيرجع للليفر. نيجي الالدوستيرون بقى يا اولاد. الالدوستيرون ده ليه قصه اعجب شويه. انه في وان سيركوليشن في الليفر يعني لما الدم بيدخل الليفر بيحصل كليرانس ل 90% يعني موست اوف ذا الدوسترون موجود في الدم ده اللي دخل الليفر هيبقى كليرد خلاص مش هيرجع تاني يشتغل مش هيدخل الليفر ويرجع لنا تاني كهرمون
مش كده؟ لو باظ الليفر يبقى مش هعرف اعمل ان اكتيفيشن الالدوسترون، فبيحصل زي ما هنشوف زياده في الالدوسترون الاكتيف، هايبر الدوسترونيزم. هيبقى كليرد ازاي بقى في الليفر؟ هيبقى ريديوست وكونجوجيتد، نفس الفكره. احنا قلنا ميتابوليزم ذن كونجوجيشن، هيبقى هنا ريديوست لمين بقى؟ لتترا هيدرو جلوكورونايت. تترا هيدرو جلوكورونايت، تعال نشوف هيحصل لهم ايه بقى في المركب ده. الالدوسترون قلنا ميتابولايز في الليفر اهو، وتحول بعد كده بالكونجوجيشن يعني تترا هيدرو جلوكورتيكويدز جلوكورونايد اسف، وبعدين هينزل في اليورين. 1% من الالدوسترون بينزل في اليورين اس 3-4 ان ذا 3-4 اللي جايه صعبه شويه. هذا التترا هيدرو جلوكورونايد لما بيروح الكيدني حيث هناك في اسيد، الاسيد ده بيفك الكونجوجيشن، عشان كده سموه اسيد لابايل كونجوجيت، يعني كونجوجيت لابايل يعني الثابت بسبب الاسيد. الاسيديك يورين بيرجعه تاني فري ويبقى برضو اكسكريتد يورين. انما 40% من التترا هيدرو جلوكورونايدز بتنزل اليورين. الساتش عشان ما ندوخكش كتير احفظ جمل بسيطه جدا هقولها لك في الاخر، نخلص بس 17 كيتوستيرويدز. 17 كيتوستيرويدز دي اللي هي الاند برودكتس بتاع السكس هرمونز اساسا بتنزل في اليورين. المعلومه دي مهمه جدا. ال 17 كيتوستيرويدز هو جاي من السكس هرمونز من الاندروجين على وجه التحديد، فبينزل ما احنا قلنا بالاندروجين في اليورين في 10 ملي جرام في الادلت فيميل، لكن الميل بينزل 15 ملي جرام في الادلت ميل بير داي. طب واحد يقول لي هنا طب ليه في الميل عنده 1/3 ديفرنس، يعني بيزيد التولت ده 10 ده 15 في 5 زياده، جم منين دول؟ جم تستيكولار اندروجين يعني في تستيكولار اوريجين. يبقى الفيميل الطبيعيه اللي عندها كميه اندروجين طبيعي من الادرينال كورتكس تنزل 10، الميل عشان فيه التستكل عنده تستيكولار اندروجين نزل 15. ايه قيمه عادي مهمه جدا في الام اس كيو؟ ان لو فيميل زاد عندها الكميه عن 10 يبقى في جسمها فيه اندروجين كتير، يحصل لها مرض الاسترجال فيريليزم، يحصل لها ماسكولايزيشن تبقى راجل. ولو في الميل زاد عن 15 ملي جرام يبقى برضه عنده تيومر بيطلع حاجات كتيره، فالليفل ده مهم جدا. خد بالك ان السكس هرمونز بتحب قوي حتى قبل ما تطلع السكس هرمون من زون ارتكولاريس بتحب الكونجوجيشن مع سلفيت، سلفيت نوت جلوكورونيك اسيد. احنا قلنا الكونجوجيشن يا اما مع سلفيت يا اما مع جلوكورونيك اسيد. طالب قال لي طيب احنا الميتابوليزم ده لانه كلام جديد خالص تهنا شويه، ممكن تقول لنا النقاط الاساسيه كده؟ قلت اقولها لك قوي. اهم نقطه مش هلتزم بترتيب البيج، ان الاهم جلوكوكورتيكويدز واهم هرمون بيطلع من الادرينال كورتكس عموما لانها هو الكورتيزول، عشان كده يسموه كورتيزول، وده تركيزه 1000 مره قد الالدوستيرون. وفي نفس الوقت لو بره بيتحد مع المينرالوكورتيكويد ريسبتور بقوه شديده، هاي افينتي للمينرالوكورتيكويد ريسبتور. طب ليه جوه الجسم الكورتيزول، الكورتيزول ملوش هاي مينرالوكورتيكويد لايك اكشن؟ لان بقى في انزيم في التيشوز الليفر والكيدنيز واذر تيشوز اسمه 11 بيتا هيدروكسيستيرويد دي هيدروجينيز، ده نوعين تايب 1 تايب 2. تايب 2 ده بقى بيحول الكورتيزول الاكتف لكورتيزون اللي هو ما بيمسكش في الريسبتور. طب ما التايب 1 ده بيعمل ايه؟ بيحول العكس الكورتيزون اللي هو الاكتف للاكتف فورم اللي هو كورتيزول اللي بالال هو الاكتف، الكورتيزون ده الاكتف. وده اللي بيفسر ليه انا بدي العيانين كعقار كورتيزول وبيشتغل في جسمه، لانه التايب 1 بيتحول للاكتف فورم اللي هو كورتيزول. يبقى ده انزيم مهم جدا يا اولاد، 11 بيتا هيدروكسي ستيرويدز دي هيدروجينيز. ال2 يحول الكورتيزول الى كورتيزول ان اكتف، ال1 يحول الكورتيزول الى كورتيزول اكتف. طيب النقطه الثانيه في الام اس كيو، ان كل الاستيرويد هرمونز تبقى ميتابولايز في الليفر بالريدكشن او الاكسديشن،
then conjugated مع glucuronic acid او سلفيت عشان يبقوا executed neuron. ايه ميزات الكونجوجيت ده؟ انه ينأكتف خلاص حصل له inactivation، لكنه برغم انه مش ماسك في بلازما بروتين سوليبل وبالتالي executed in urine. طيب تعال نشوف، طب الكورتيزول هينزل ازاي؟ 10% منه بيتحولوا ل 17 كيتو ستيرويد وكورتيزول اللي هو الليس اكتف ويبقوا كونجوجيتد للمنظر اللي قلناه ده وينزلوا في اليورين. طب و 15% ينزلوا في الاستول. طب والباقي يرجعوا تاني ليل من الانتست للكبد يمتصوا تاني ويستغلوا ان هم سوليبل ويرجعوا تاني لليفر، يسموها انتيرو هيباتيك سيركوليشن. طب نيجي الالدوسترون يا ولاد. الالدوسترون ده بقى في خطه واحده في الليفر بيطير منه 90%، عشان كده بعض الليفر الاكتف فورم اوف الدوسترون بيزيد جدا، برضه بيحصل له ريدكشن وكونجوجيشن، فبيدي مركب اسمه تترا هيدروجلوكورونايت. تترا هيدروجلوكورونايت. طب الاكسكريشن يورين 1% از فري فورم، 5% برضه فري، بس ازاي بقى؟ ان الاسيد بتفك المركب اللي هو التترا هيدروجلوكورونايد، عشان كده سموا ده اسيد لابايل كونجكت. كونجكت لابايل يعني معرض للاسيد، بيتفك الفري وينزل، و40% ينزلوا اس تترا هيدروجلوكورونايدز. طب نيجي لل 17 كيتو ستيرويدز يا ولاد. ال 17 كيتو ستيرويدز ان يورين بيبقوا 10 ملي جرام اللي هو الاند برودكت بتاع مين دول ال 17 كيتو ستيرويدز؟ الاندروجين، اندروجين بس ال 17 كيتو ستيرويدز. ففي الفيميل بينزل منهم 10 ملي جرام بير داي. واحد يقول لي هو الفيميل عندها اندروجين؟ اه بتطلع من الزوناريتيكولاريس من الشبكه. طب الميل بينزل 15 ملي جرام في اليوم، ده اعداد مهمه جدا. طب ليه في 5 زياده؟ في دي 1 ثيرد زياده جايين اوف تستيكولار اورجين. ليه لازم نحفظ الاعداد دي؟ ان لو الفيميل بيجمعوا لها البول كتجربه معمليه بيجمعوا لها البول في يوم، لو لقوا عندها اكتر من 10 ملي جرام يبقى عندها اندروجين كتير، يبقى هتتحول لراجل فريليزم ويحصل لها ماسكولينيزيشن، والميل لازم تعرف انه عنده 15 ملي جرام. وعموما قلنا السكس هرمونز بتحب جدا تبقى كونجوجيتد، احنا قلنا عندنا جلوكورونيك اسيد يا سلفر، بتحب الكونجوجيشن مع السلفر. دي كانت الحته اللي انا شايل همها يا اولاد في هذه المحاضره، لانها بايو حاولت اسهلها لكم ما امكن. كميه اسئله اللي فيها رهيبه في المعادله وفي في الدنيا هنا بيعقدون فيها، دي كل الاسئله اللي موجوده بس مش عايدها تاني يبقى انت عايدها مره اخرى. ننتقل للجزء الالطف بقى يا ولاد. انا عندي ثلاث هرمونات هاخدهم من الاقل للاكثر شويه لاهم واحد، يعني هنهي بالكورتيزول، هتكلم عن ثلاث هرمونات وانهي المحاضره. ابتدي بالادرينال اندروجينز. لسه قايلين مين اهم ادرينال اندروجين هو بيطلع من انهي زون يا ولاد؟ الشبكه المجلة اللبنانية زون الريتيكولاريس اللي هي 7% من الأديان كورتكس، اللي هي بتطلع ميلي أندروجين لكن بتطلع شوية إيستروجين نشوف مصدره. مين أهم أندروجين بيطلع في الفيميل والميل؟ فيميل وميل، اللي هو الداي هيدرو إيبي أندوستيرون، اللي هو اختصاره داي هيدرو إيبي أندوستيرون، وبيتحول جزء منه لحاجة تاني برضو أندروجين بس أقل شوية اسمه أندرو ستينيديون. أندرو ستينيديون الاثنين دول بقى اللي هما بيطلعوا من الادرينال كورتكس هاف ويك اندروجينيك افكتس، تاثيرهم الذكوري ضعيف مقارنه بالستيكولار اندروجين. طب قول لي بالظبط يعني هما تاثيرهم قد ايه بالنسبه للستيكولار اندروجين ويت فور ويت؟ لو خدت جرام من ده وجرام من ده يبقى تاثيرهم قد ايه؟ اقل من 20% من الستيكولار اندروجين. طب ازاي بيشتغلوا؟ تعال اوريك. احنا قلنا الداي هيدرو ايبي اندوسترون اللي هو دي اتش اي اي يتحول الى اندروستريدينيون. هذا الاندروستريدينيون في الفات خاصه، في الفات خاصه في اذر تيشوز بيتحول الى تستوستيرون اللي هو قوي كويس وشويه ايستروجين، شويه هرمون انثوي، وده مصدر الايستروجين. حتى انا هنا عندي قصه لطيفه احب اقولها لكم. الله يعلن عن خليقته، فبقول جمله جميله حفظتها لاجيال وبقولها هي ضد الالحاد، الجمله دي ان احنا في اتفق الاديان الثلاثه على ان ربنا عمل ادم الاول ثم اخذ منه ايف حواء، فالناس بتقول دي اساطير الاولين.
ما فيش كلام. يعني ايه ربنا يعمل ادم عين يتاخد منه حواء؟ تصور ربنا بيثبت لنا هذا داخل جسمنا. ما فيش مره الهرمون الانثوي الايستروجين هيتعمل دايركتلي، لازم الاول يبقى فيه هرمون ذكري اهو يمثله هنا الاندرو ذكري استرينديون، وبعدين يتاخد جزء منه في الفات وقدر تيشو يتحول الى ايستروجين هرمون انثوي. اليست هذه هي قصه الخلق؟ ان تملي الهرمون الذكري اللي هو اندرو استرينديون في الفات وقدر تيشو يتحول جزء منه الى ايستروجين. الايستروجين لازم ينتزع من هرمون ذكري كما تم ان اخذ حواء من ادم. طيب ايه اهميه هذا الايستروجين؟ يبقى كده عند كل ذكر وانثى عندهم ادرينال كورتكس زون ارتيكولاريس، عندهم داي هيدرو ايبي اندسترون اللي تحول الى اندروستريندون اللي تحول جزء منه الايستروجين. يبقى الذكر والانثى زي ما اتفقنا هم الاثنين عندهم ايستروجين. هذا الايستروجين مهم في الفيميل لما يحصل لها مينيبوز، لما الاوفري تقف اللي هي المصدر الاساسي الايستروجين، ادي مصدر الايستروجين بعد المينيبوز بعد سن الياس، جاي من الزوناريتيكولاريس من اوفاديان كورتكس، وهذا هو مصدر الايستروجين في الميل. واحد يقول طيب هو ايه اهميه ان يبقى فيه هرمون انثوي في الذكر؟ بقولها بطريقه جميله برضو، ان اكتر عمليه ذكوريه في الذكر هي السبرماتوجينيس، تكوين الحيوانات المنويه. تخيل ان تكوين الحيوانات المنويه اللي هو العمليه الاكثر ذكوره في الذكر تحتاج الى هرمون انثوي سمول اماونت اوف ايستروجين اللي هو واخدها من الزونه ريتيكولاريس. حتى بقولها بطريقه عشان ما تنسوهاش يا اولاد، كما انه وراء كل رجل عظيم انثى، مش في عندنا مقوله كده وراء كل رجل عظيم انثى، وراء كل سبيرم في الذكر اكثر عمليات ذكوره سمول اماونت اوف ايستروجين، مبعثها هو الزونا ريتيكولاريس اللي بتطلع اساسا اندروجينيك كومباوندز هما الاثنين، ثم يتحول جزء من الاندروستريديون من ادم الى حواء اللي هو الايستروجين. شيء رائع. تعال نشوف الاكشنز. دي معلومات ام اس كيو بس، لحد دلوقتي ما دخلناش ولا سؤال نظري يا اولاد. الاكشنز، تتخيل الادرينال اندروجينز هل هيبقى لها اهميه في الذكر؟ لا طبعا، ما احنا قلنا ان الذكر عنده تستيكولار اندروجين اللي هو اقوى منها بكتير، عشان كده ليتل افكتس على السكندري سكس كاركترز، تاثيرها بسيط، ده هي اقل من 20% من تاثير التستيكولار اندروجين. انما اهميتها مين بقى؟ في الفيميل. زي ما قلنا ما هو اهميه ان ذكر يبقى عنده هرمون انثوي، وكانت الاجابه صادمه ان اكثر عمليات ذكوره وهي تكوين السبيرم تحتاج الى سمول اماونت اوف ايستروجين. طب ايه اهميه ان الفيميل يبقى عندها اندروجين؟ دي مهمه للبيوبيك والاكزيلري هير اللي هو شعر الابط والعنه. البيوبيك ريجون فيه شعر، تحت الابط في الباط يعني فيه شعر، ده مين اللي بيعمله؟ الاندروجين اللي طالع من الزونا ريتيكولاريس. وبعض الناس تقول، مش كل الناس اتفقوا، انها بتستيميليت الاريثروبويزيس، ان الاندروجين مهم لتكوين كره الدم الحمراء. ايه الميكانيزم؟ قلناها ان هذا الادرينال اندروجين ضعيف، لازم في البريفرال تيشو خاصه الفات سيلز يتحول الى تستوستيرون. هو اكشن بيتحول، قلنا التستوستيرون وشويه صغيرين تحولوا الى ايستروجين، خلاص قلناها دي. ليه بيتحول تستوستيرون؟ لانه هو ده الاقوى، اقوى من الادرينال اندروجين. طب نوت، في الكوشينج اللي هو زياده الجلوكوكورتيكويدز اللي هو بيبقى المرض في الزونا فاسيكولاتا، قلنا الزونا فاسيكولاتا ما بتطلعش جلوكو بس، ده اهميه كام؟ بتطلع شويه ادرينال اندروجين. ففي الكوشينج الادرينال اندروجين بيزيد، فالراجل او الست يحصل لها ماسكولينايزيشن اللي هي خواص الذكوره، هنشوفها في الكوشينج، لان الزونا ريتيكولاريس ما بتطلعش بس، اسف، الزونا فاسيكولاتا اللي بتطلع كورتيزول ما بتطلعش بس جلوكوكورتيكويدز، كورتيزول بتطلع سام سكس هرمونز، فالسكس هرمون لما يحصل يزيدوا الادرينال اندروجين هيحصل ماسكولينايزيشن. اهم نقطه بقى في الام اس كيو اللي جايه دي، ان الجونادوتروبينز اللي طالعه من الجونادز التستكل والاوفرز اندر ذا كنترول اوف جونادوتروبينز اللي طالعه من الانتيريور بيوتري، بينما افتح ودنك الادرينال اندروجين
اللي طالع من الزونا ريتيكولاريس الشبكة is not under the gonadotropins إنما under the control of adrenocorticotrophic hormone. يعني الجنادل 6 هرمونز من الاسم حتى هو تحت تأثير الجونادوتروبينز، يبقى الجونادل اللي طالعين من التسك الأوفرز تحت تأثير الجونادوتروبينز، لكن طالعين من الأدرينال كورتيك زون ريتيكولاريس تحت تأثير الأACTH أدرينو كورتيكو تروفيك هرمون. أظن كده ما تنسيش اللي طالع من الأدرينال كورتيكس تحت تأثير الأدرينو كورتيكو تروفيك هرمون، اللي طالع من الجونادس تحت تأثير الجونادوتروبينز. ده كان الجزء اللي هو يعني مش لذيذ قوي، طاق الجزء الانزبة اللي هو ايه اهم سؤالين هنا عندنا يا اولاد. المينرال كورتيكويدز اللي اهمهم الالدوستيرون، والجلوكو كورتيكويدز اللي اهمهم الكورتيزول نوت كورتيزون. في كورتيزون جوه الجسم بس very it has very less activity very inactive، وبناخده كعقار من بره كورتيزون بس بيتحول جوه الجسم الى كورتيزول عشان نبقى فاهمين كويس. تدي بقى للمينرال كورتيكويدز عندي سؤالين هقولهم واختتم بذلك، اكشن وكنترول. الاكشن اوف مينرال كورتيكويدز اللي هي اهمهم مين قلنا يا اولاد؟ الالدوستيرون. حتى قلنا كلمه ستيرون لان تركيبه ستيرويدز والدر يعني ريليتد لووتر، اللي على اسم شجره بتنمو جنب الكثير من الماء. ده مسؤول عن 90% من الاكتيفيتي اوف مينرال كورتيكويدز، 3% من الاكتيفيتي بسبب هرمون اخر مينرالو كورتيكويد اخر اسمه دي اوكسي كورتيكو ستيرون. انما خلينا في الالدوستيرون هو المهم. طب هو تركيبه ستيرويدز يبقى الاكشن بتاعه ايه؟ مفهومه. ستيرويدز بحرف الاس يبقى سوليبل الليبيد بحرف الاس، يبقى يدخل الخليه باي سمبل ديفيوجن بحرف الاس ويروح للسيتوبلازم، عنده سيتوبلازم ريسبتور ويروح للنيوكلياس يعملوا ثنسيس. هذه الاس الرابعه والثنسيس هياخد وقت يبقى سلو اهو ساعه اهو 60 مينتس لانه بيعمل بروتين ثنسيس جينوميك اكشن. يبقى الاستيرويدز بتشتغل اساسا بجينوميك اكشن. يعني في كلام جديد بس عاوز الخبطكم فيه النهارده، بيقولوا الكورتيكوستيرويدز اساسا جينوميك، لكن ابتدوا يكتشفوا بعض حاجات نون جينوميك ودي احنا متوقعينها. معظم الهرمونات بتشتغل جينوميك ونون جينوميك يا ولاد. انما بص مش عاوز الخبطكم، الاستيرويدز هنا جينوميك بروتين سنتس. طيب تعال نشوف هو ليه ربنا خلق المينرالو كورتيكويدز، طريقتنا في الشرح ليه ربنا خلق الهرمون مينرالو ده بتاع المينرالز. هذا الهرمون يا اولاد بيحافظ على الملح اللي هو الصوديوم كلورايد ومن ثم الميه، يبقى بيمنتين الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم. ازاي؟ بانه يحافظ على الملح، يمنع فقدان الملح، كونزيرفينج صوديوم ان اكشينج ويذ بوتاسيوم. يعني يحافظ على الملح على الصوديوم ويرمي بوتاسيوم. يبقى هو عشان يحافظ على الميه اسمه ألدو، يبقى عشان يجيب ميه لازم يكون زيرف الصوديوم، يري ابزورب الصوديوم ويرمي عوضا عنه بوتاسيوم. هنفكر طب يشتغل فين؟ طالب قال لي انا افكر معاك، اكتر حته ممكن الانسان يفقد فيها ملح في الجسم في البول في الكيدني، يبقى لازم المين سايت اللي هيشتغل عليه المين اورجان يبقى هو الكيدني. بس انا ممكن افقد شويه املاح برضه في الاسطول، يبقى كان لازم يشتغل كمان على القولون. وممكن افقد شويه املاح في العرق السويت وفي الصلايبه اللعاب، يبقى يشتغل كمان على السويت والسليبري جلانس. يبقى كل موقع يمكن ان يفقد منه ملح راح يشتغل عليه. اكبر موقع يمكن ان يفقد منه ملح هو كيدني، فده المين اورجان اللي يشتغل عليه. ممكن افقد املاح في الاسطول يبقى لازم يشتغل على القولون. ممكن افقد املاح في العرق في اللعاب يبقى بيشتغل على السويت والسليبري جلانس. معنى القواعد ايه هي يا اولاد؟ احنا قلنا ان اي هرمون بيشتغل في الاول ولا في الاخر في الكدني. طيب قال لي انت قلت لنا في الاخر، لان يعني الهرمونات
بتعمل فاينل ادجستمنت، ضبط نهائي، والنهائي النهائي لازم يتلعب في النهائي. فعشان كده على الكيدني بيشتغل اساسا على الديستال بارت اوف نيفرونز على وجه التحديد الكولكتنج تيبولز اخر حته. ومن الروعه للطالب اللي فاهم، لان الخالق واحد فالديزاين واحد، التصميم واحد. في الكيدني بيشتغل على اخر حته في النيفرون، وفي القولون على الديستال بارت اوف كولون، اخر حته في القولون. وشوف الروعه جايه لك اهي. وفي الاسويت والسليبر جلانز هنا الاسينس، واخر حته هي الضغط، بيشتغل على الضغط، ياخد صوديوم ويرمي بوتاسيوم. حتى ماشيه جميله كلهم، غير انهم ديستال بحرف الدي. الديستال بارت اوف نيفرون في الكيدني، الديستال بارت اوف كولون في القولون، والديستال بارت اوف جلاند اللي هي الضغط. تعالى اهم اكشن هو على الكيدني. هنا هشرح لك حاجه هتفيدنا بعد كده في شرح الكيدني باذن الله. احنا كيف نحافظ على الميه؟ ماشيين قلت بنظام التعلبفات وفي ديله 7 لفات. يعني احنا لو خدنا صوديوم من اليورين، ما نزلش في اليورين وخدناه على البلط، الصوديوم البوزيتيف هياخد وراه كلورايد نيجاتيف اهو في ديله، يبقى ادي ملح، صوديوم كلورايد هياخد وراه ميه باي اسموزيس. يبقى طريقه اخذ الميه في الجسم محفوظه، ما تقدرش تاخد ميه لوحدها، لازم تاخد صوديوم وبعدين في ديلها كلورايد وبعدين صوديوم كلورايد بالاسموزيس تاخد ميه. يبقى الاساس ناخد صوديوم، لو خدنا صوديوم هي في ديلها هيجي كلورايد هيجي ميه. طب ازاي بناخد صوديوم؟ بص معايا. ففي الكيدني في الكولكتنج تيبولز اللي هي اخر حته، ادي الصوديوم موجود في اليومن، يعني المفروض الصوديوم لو سبناه ينزل في اليورين اهو معايا. فانا عاوز اخد الصوديوم من هذا اليومن عبر التيوبولار سيل، المربع ده هو الخلايا بتاع التيبولز، عشان اوديه البلاد. بنتعلم كيدني من دلوقتي. فطالب قال لي طيب، يبقى هنعبر بهذا الصوديوم من اليومن الى البلاد كام بوردر؟ قلت له عد معايا 2 بوردرز. بوردر ما بين اليومن والسيل يسموه اليومينال اور ايبيكال بوردر، وبوردر تاني ما بين السيل والبلاد سموه بيزولاترال بوردر. واحد قال لي طب هو ليه ما سموهوش بلاد بوردر؟ عشان sometimes، بس مش في حاله الصوديوم والميه، بيبقى الناحيه الثانيه هنا مش في بلاد فيسل، بيبقى في ليمف فيسل، هنمتص حاجه في الليمف، يبقى مش لازم بلاد. فعشان كده قالوا بيزولاترال بوردر. يبقى انا عاوز اعبر بالصوديوم 2 بوردرز، اليومينال بوردر وبيزولاترال بوردر. انا هاخد معظم الصوديوم من اليومن هرجعه للبلاد. احنا بنفكر، يبقى انتقال الصوديوم في لحظه ما هيبقى فروم لوور تو هاير كونسنتريشن، يبقى لازم يبقى اكتف بالحساب. مش انت هتاخد الصوديوم اليومن ترجعه للبلاد من لوور تو هاير، يبقى اكتف. فكان ممكن ندفع طاقه مرتين، مره عند اليومنال بوردر ومره عند البيزولاترا بوردر. لكن انا قلت وبقول يا اولاد، وراء الخلق خالق، الله ضد الإسراف والمسرفين. ليه ندفع مرتين وإحنا ممكن ندفع مرة واحدة بس؟ فالصوديوم هيمتص أكتبي، بس فين؟ عند بوردر واحد بس اللي هو البيزولاترال بوردر. طب هنقول إزاي؟ تعالى أوريك. كل موليكل صوديوم هيتدفق من اليومن للسيل هيبقى immediately pumped للبلاد بأكتف بروسس to keep very low concentration في السيل، بحيث ما يفضلش صوديوم يسكر في السيل، very low concentration، بحيث النقلة الأولانية من اليومن إلى السيل تبقى from higher to lower تبقى passive. يبقى نقلة واحدة بس هي اللي active. بس الطالب ذكي، خد بالك الباسيف معتمد على الأكتف. كل مولكيول صوديوم يتدفق من اليومن للسيل يبقى immediately pumped blood actively عبر البيزولاترا بوردر، فتركيز الصوديوم يقعد قليل، فانتقاله هنا يبقى باسيف.
طالب قال لي بس في نقطة مهمة ان الباسيف معتمد على الاكتف. طبعا لو وقفت الاكتف يبقى الصوديوم هيتجمع هنا يبقى مش هيبقى فيه جريدينت يبقى هيوقف الباسيف. يعني انتقال الصوديوم وده هيجيله تاني باذن الله في الكيدني بيتم باسيف عبر اليومينال بوردر واكتف عبر البيزولاترال بوردر. طيب سألني يعني انا لما يسألوني الموضوع اكتف ولا باسيف اقول لهم ايه باسيف واكتف؟ اقول له لا تقول اكتف بس. ادام دفعت فلوس في حته اكتفلي يبقى هو اكتف. قال لي مش فاهم قول لي مثال طفولي. قلت له شرحت مثال طفولي جدا. اما بتروح في السيني بلكس هنا اللي هي مجمعات السينمات تدفع قطعه تذكره بفلوس. اول باب هيدخلوك بفلوس اهو في باب بفلوس بس باب القاعه بيدخلوك ببلاش. يعني بتدفع في باب واحد والباب التاني ما بتدفعش. هل يعقل ان انا ما يسالوني السينما بفلوس ولا ببلاش اجاوب الاجابه الهبله اقول لهم في باب دفعت عنه وباب ما دفعتش؟ ادام دفعت فلوس يبقى الموضوع بفلوس يبقى اكتف. وان كان مفهوم ان التفصيلات في باب بتدفع عنه اللي هو الباب العمومي وباب ما بتدفعش عنه اللي هو باب القاعات نفس الفكره. اذا في اي عمليه حصل جزء منها باسيف وجزء اكتف تعتبر العمليه اكتف ري ابزوربشن. يبقى ما يسألك صوديوم تقول له أكتف لي أبزوربن. طب التفصيلات باسيف لي عند اليونال بوردر وأكتف لي عند البيزولاترا بوردر بيبقى فيه صوديوم بوتاسيوم بامب. بناخد 3 صوديوم فاكر ونربي عوضا عنهم 2 بوتاسيوم. خلصت. يبقى أني ناحية فيها بوستيف أكتر ناحية الصوديوم 3 صوديوم بوستيف يقابلهم 2 بوتاسيوم بوستيف. يبقى لو أنا كلورايد نيجاتيف أمشي ورا مين؟ ورا الصوديوم اللي هم 3. فعش كده ورا الصوديوم بناخد كلورايد باسيفلي. ورا الصوديوم كلورايد الميه الملح بناخد ميه ميه ماي سموزس ونرمي عوضا عنه بوتاسيوم. يبقى بناخد صوديوم ونرمي بوتاسيوم ورا الصوديوم ناخد كلورايد ورا الصوديوم كلورايد ناخد ميه باي سموزس. هنا يبقى سؤالين او يبقى سؤالان. أني خلية في الكولكتنج تيبولز هي اللي بتعمل العملة دي؟ خلايا اسمها بي سيلز. طالب يقول لي فهمنا هو ليه سموها بي سيلز؟ لأن هي دي الخلايا الأساسية ذا برنسبال سيلز. معظم السيلز في كولكتنج تيبول بتعمل العملة دي فاسمها بي سيلز. تمام؟ طب الميكانيزم ازاي الألدوستيرون اللي هو ستيرويدز اللي هو بيشتغل جينوميك بالبروتين ثانسيزس بيساعد العملية دي؟ تفصيلات جميلة جدا. قلنا الاستيرويدز المينرالو كورتيكويدز الدوسترون ده ستيرويدز يعني سوليبل ليبيد فبيدخل عبر السيل ميمبرين وبيمسك في سيتوبلازميك ريسبتور ويروح للنيوكليس يشتغل جينوميك يصنع بروتين ثانسيس. السؤال بأي طريقة الالدوسترون اللي هو استيرويدز اللي بيعمل فانسز بروتين بحرف الاس هيساعد الصوديوم ابزوربشن؟ لذيذه جدا. الناحيه اليومن اللي بتبقى باسف بينسرت بروتين شانل بيحط عند اليومنال بوردر بروتين شانل يتدفق من خلالها الصوديوم. يبقى هو عمل بروتين شانل تدفق من خلالها الصوديوم باسف. طب وازاي بيساعد الاكتف؟ ما هو الصوديوم بوتاسيوم بامب ده محتاج صوديوم بوتاسيوم اي تي باز انزيم وده اي انزيم بروتين فهو بيعمل صوديوم بوتاسيوم اي تي باز انزيم. وحفظتها الاجابه بطريقه رائعه وانت لقطتها قبل ما اقولها ان بيصنع نوعين من البروتين يساعده الباسيف والاكتف. البي مع البي الباسيف ببروتين شانلز بي مع البي والاكتف باي تي بيز. يبقى كده ملعوبه الباسيف ببروتين شانلز والاكتف باي تي بيز. وقلنا الاكشن بتاعه هو فانسز يعني راح الجينز يبقى جينوميك اكشن والريسبتور اوعى تنسى كنا قلناها في السيتوبلازم بس بنراجع اللي فات. طيب في اكشن تاني على الكيدني ان في كولكتنج تيبولز في بي سيلز اللي هي بتاخد الصوديوم وراها كلورايد وراها الميه وتطلع عوضا عنه بوتاسيوم سكريشن.
اكتيفلي. انما في خلايا تانية بيشتغل عليها برضو الالدوستيرول اسمها اي سيلز. واحد يقول لي انت فهمتنا ليه سموا دي بي سيلز؟ عشان برينسيبل سيلز معظم الخلايا بي سيلز. طب ليه سموا دي اي سيلز؟ لانها متحشره ما بين البي سيلز، انتركاليتد. انتركاليتد اول حرف فيها اي عشان كده سموها اي سيلز، معناها متحشر. يبقى الخلايا الاساسيه الاكثر البرينسيبل بي، البرينسيبل بي الاقل الانتركاليتد، انتركاليتد متحشره اي سيلز دي بتعمل هيدروجين سكريشن. وهل انت فهمنا اكتر؟ انت بتقول وراء الخلق خالق. ايه علاقه ان انا اخد صوديوم وارمي يا بوتاسيوم بالبرينسيبل سيلز البي سيلز يا اما هيدروجين؟ ما هو علاقه ان انا ارمي بوتاسيوم وهيدروجين؟ العلاقه علاقه واضحه جدا. من اهم الحاجات في الجسم ضبط البي اتش اللي مسؤول عن الحامضيه هو الهيدروجين اين. فكان لازم ربنا يخلق ايون تاني، ما احنا عارفين الحاله الميزان مسؤول عن القلويه اللي هو البوتاسيوم، عشان كده بيسموه كاليوم. قلت لكم اصل الكلمه دي عربي كالوي، كاليوم. ما عندهمش قفه كتبوها كاليوم، هي كلمتنا احنا كالوي. شوف الروعه. يبقى انت تاخد صوديوم وترمي يا بوتاسيوم بالبي سيلز يا ترمي هيدروجين بالاي سيلز ان ديفرنت بروبورشن عشان تظبط البي اتش. يبقى في ايدك البي سيلز في ايدها القلوي كاليوم بوتاسيوم، والاي سيلز في ايدها الهيدروجين. وانت بقى ظبط يا عم، عندك قلوي وعندك حامضي، ارمي بالنسب اللي انت عاوزها لتحصل على بي اتش مظبوطه. يبقى ده معناه ايه يا اولاد؟ انه وراء الخلق خالق. يبقى ده الاكشن بتاع الالدوستيرون على الكدني، وقلنا بيشتغل فين؟ في اخر حته على الديستال بارت، كولكتنج تيبيولز، على نوعين من السيلز، البي سيلز اللي هي بتملى الكولكتنج تيبيولز، والاي سيلز اللي هي متحشره بالبي، خاصه في الكورتيكال بارت اوف ذا كولكتنج. الاساسيه هي البي سيلز تاخد صوديوم وترمي عوضا عنها بوتاسيوم ورا الصوديوم كلورايد وميه، اما الاي سيلز بترمي هيدروجين وبرضه اكتف. ده المين فانكشن اللي هو كان على الكدني يا اولاد. الكلام اللي قلناه على البي سيلز يتعاد تاني على القولون من غير ما نسميها بي سيلز، خلايا القولون مش هنسميها بي سيلز. على الديستال بارت اوف كولون ناخد الصوديوم ورا كلورايد ورا ميه ونرمي بوتاسيوم. يتعاد تاني على السويت والسليفري جلاند داكتس، داكتس اخر حته. ناخد صوديوم وراها كلورايد وراها ميه ونطلع عوضا عنه بوتاسيوم. ولا تنسى في الاكشن انه لازم الاول تقول لنا الاكشن الميكانيزم جينوميك فانسس، لانه استيرويد بحرف الاس بيعمل ثانسس بحرف الاس، يبقى سلو ساعه بعد 60 دقيقه. وان الاكشن اساسا الملعب الاساسي للاحتفاظ بالملح ومن ثم الميه هو الكيدني على اخر حته الديستال بار، على نوعين من السيلز بي اند اي. طب في حته ثانيه ممكن نفقد فيها ملح؟ اه على الكولون، ديستال بارت اوف كولون. في حته ثالثه اه على الداكتس بتاعت السويت والسليفري جلانز. ولو عاوز تفصيلات عيدها تاني. ناخد الكنترول بتاع الالدوستيرون. كنترول. طالب قال هو بيحافظ على الملح، يبقى اهم حاجه يطلع لما الملح يقل. غلط. تعال اقولها لك بطريقتي. والتي تثبت ايضا انه وراء الخلق خالق. الالدوستيرون بيحب الملح، بيحافظ على الملح، يزود الصوديوم وراء الكلورايد والميه بالاسموزيس، ويرمي عوضا عنها بوتاسيوم اساسا. عارفين في هيدروجين ليه؟ عشان دي ودي، يبقى في ايده اثنين. لكن ليه بوتاسيوم اساسا؟ لانه الصوديوم بوتاسيوم بامب بياخد صوديوم بيرمي بوتاسيوم، ده الاساس البرنسبل سيلز البي سيلز. يبقى هو بيزود الصوديوم ونقص البوتاسيوم. يبقى حضرتك قولها امتى المفروض يطلع الالدوستيرون؟ طيب يبقى ليه خاص؟ باينه بالعكس. لو الصوديوم قل او البوتاسيوم زاد. يبقى هو يطلع لو الصوديوم قل او البوتاسيوم زاد. اهم واحده لو البوتاسيوم زاد مش لو الصوديوم قل. لو بدات بالصوديوم قل هتاخد صفر، هو بيطلع لما البوتاسيوم يزيد. اند ويست نو تايم. ليه 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 البوتاسيوم هو الاكثر اهميه؟ هو اللي في دماغ الالدوسترون لانه وراء الخلق خالق.
كما أنه من الحب ما قتل من البوتاسيوم ما قتل. البوتاسيوم نسبته هنقول الكلام ده مع الكدني ما تهتمش بدلوقتي أقل من 5 ملي أكوفيلنت بر لتر، رقم الحسن عشان ما تموتش. لو زاد لثلاثة يعني بقى 8، زاد 3 يحصل إنذار كارت أصفر، تغيرات في ضربات القلب. كمان 3 وصل 11 كارت أحمر، يقف القلب. نو جوكا تقول مع البوتاسيوم، أي تغير في البوتاسيوم لازم يتنبه الألدوسترون عشان يرميه. نقصده مش بنفس الخطورة، كما أنه من الحب ما قتل من البوتاسيوم ما قتل. تحت رقم الحسد 5، هنقولها تاني في كيدي بإذن الله. 3 يعني بقى 8 كارت أصفر، 3 تاني 11 كارت أحمر تموت. عشان كده هو بيهتم بالبوتاسيوم. واحنا ما بنجيبش كامل عند لو نقص لو زاد البوتاسيوم 1 ملي إكوفيلنت 1 بس، احنا قلنا هو نورمال تحت 5 بر لتر، لو زاد 1 ملي إكوفيلنت يطلع الألدو ستيرون، وهذا يحدث افتر ميلز. يعني زيادة 1 دي بعد وجبات كتيرة يزيد 1 في الدم. انما قلنا يطلع لما الصوديوم يقل، لازم يقل بكام الصوديوم عشان يتنبه ويطلع؟ يعني مش خطير، لازم يقل 20 ملي إكوفيلنت بر لتر، وهذا نادرا ما يحدث ان يحصل اكيوت ديكريز تو 20 بكميه 20. انت عارف الصوديوم اب تو 140، لازم ينقص 20 عن هذا الرقم عشان تنبه. عشان كده حطينا نمره 3، ده حتى مش نمره 2 بعد البوتاسيوم، نمره 2 الانجيوتنسين 2. وحتى اقولها بطريقه لطيفه، كان انجيوتنسين 2 از فورمد ان 2 ستيبس. فاكر لما كنا بنحول الالفا الانجيوتنسينوجين بالرينين لانجيوتنسين 1 اول ستيب، وبعدين بال انجيوتنسينيز بنحول الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2، الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم. يعني الانجيوتنسين 2 ده كنا خدناه في السيركيليشن بيتكون ان 2 ستيبس، الرينين يحول الانجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1، والانجيوتنسين كونفرتينج انزيم يحول 1 الى 2، وكان بيشتغل على 2 ريسبتورز. حتى مصادفة جميلة النهاردة ما كنا بنقول عليه نورماندي 2، ان هو في الليستة محطوط رقم 2، انجيوتنسين 2 تاني حاجة بعد البوتاسيوم، الصوديوم تالت حاجة، وبعض الكتب ما بيكتبوش خالص. واقول لك ليه الصوديوم، يبقى اهم حاجتين في الكنترولر راجع اول محاضرة، زيادة البوتاسيوم ثم زيادة البوتاسيوم ثم زيادة البوتاسيوم، والانجيوتنسين 2 انجيوتنسين 2 انجيوتنسين 2 نمرة 2. نمرة 3 نقص الصوديوم، نمرة 4 الاستيتش، اهم اتنين اللي هما باللون الاحمر والاصفر. نبتدي بقى زياده البوتاسيوم، الميكانيزم ازاي لما البوتاسيوم بيزيد بيطلع الالدوستيرون. لا تشرح الميكانيزم، دايركت ستيميليشن للزونه جلوميرولوزا، طار ما في مش هنضع وقت، ما فيش وسيط. لو زاد البوتاسيوم بيستيميليت الزونه جلوميرولوزا دايركتلي انها تطلع الالدوستيرون عشان تخلص البوتاسيوم الزياده ده. البوتاسيوم لما بيزيد بيعمل دي بولاريزيشن في السيل ميمبرين، احنا كنا عارفين لما بيقل كان بيعمل هايبر بولاريزيشن، خدناها في النيرف ماسل، يزيد يعمل دي بولاريزيشن، فالدي بولاريزيشن يفتح الفولتج جيتد كالسيوم شانل، فيتدفق الكالسيوم جوه الخليه بتاعه الزونا جلوميرولوزا، يزيد الانتراسيور كالسيوم في الخلايا بتاعه الزونا جلوميرولوزا. هذا الكالسيوم بينشط التو انزيمز اللي مهمين لعمل الالدوستيرون، الايرلي انزيم اللي هو الكوليسترول ديسموليز اللي كان بيحول الكوليسترول الى بريجنولون، والليت انزيم اللي مش موجود غير فقط في الزونا جلوميرولوزا اللي هو اسمه الدوستيرون سينثيز. ده الميكانيزم. يبقى شوف العظمه، حاجتين في العظمه الالهيه، انه يطلع لو البوتاسيوم زاد 1 ملي اكوفيلنت بس في الليتر، مفيش هزار، وهذا يحدث بعد الميلز. والثانيه انه دايركت يعمل دي بولاريزيشن، يفتح بوتاسيوم شانل، البوتاسيوم يزود التو انزيمز، الايرلي الكوليسترول ديسموزومز اللي بيعمل الايرلي ستيب، والليت ستيب اللي هو الالدوستيرون سينثيز. تاخد تاني واحده اللي هي الانجيوتنسين 2 شغال ازاي؟ برضه دايركت ستيميليشن. انجيوتنسين 2 ده اوكتا بيبتايد 8، فاكر كنا قلنا 8 امينو اسيدز، وحكيت لكم القصه ان قبل ما يوليوس
وأوجستينيوس يحطوا في الشهور الميلادية شهر يوليو أغسطس، دول ما كانوش موجودين. فكان شهر سبتمبر مش التاسع بقى، ما بتحط شهرين، كان هو السابع، وسبت يعني سبعة، وأكتوبر العاشر كان الشهر الثامن. بس بعد ما انت زنقت سنة شهرين في النص اللي هو يوليو وأغسطس، حتى خد بالك دول الشهرين بس اللي هم 31 يوم، عشان أغسطينيوس مش أقل من يوليوس، هما الاثنين الشهر بتاعهم 31 يوم، دول الشهرين بس ال 31 يوم ورا بعض، واتزنقوا في التقويم الميلادي. كنت عامل عليها مقاله مره. فتم ترحيل كل الشهور اللي بعديها، سبتمبر بدل ما كان السابع بقى سبت بقى التاسع، واوكت بدل ما كان الثامن اوكت يعني 8 بقى العاشر، ونوفا نونا يعني 9 بقى ال 11، وهكذا. معلومات عامه يا اولاد. اكتب طيب. طب بتايد يعني اشتغل نان جينوميك. طيب نان جينوميك اشتغل بنفس الطريقه، دايركت ستيميليشن عزونا بالميلوزا بيزود انترسيلر كالسيوم، ويزود، فاكر دول الداي اسايل جليسرون انستول ترايفوسفيت، دول احنا قلنا النان جينوميك كان بيشتغل عن طريق جي بروتين كابل ريسبتور، والجي بروتين عندها واحد من اربعه سكند ماسنجرز، اهمهم سايكليك ام بي، تانيهم الداي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت اللي هو موضوعنا، تالتهم كان الكالسيوم. ودول نفس الحكايه، الداي اسايل جليسرول والانستول ترايفوسفيت دول بيشتغلوا بالبروتين كاينيز سي لو كنت فاكر، والكالسيوم برضه هيستيميليت الايرلي والليت ستيبس بتوع تكوين الالدوستيرون. طيب شوف العظمه بقى، امتى يزيد الالدوستيرون؟ لو زاد الانجيوتنسين 2، لانه هو اللي بيعمل الالدوستيرون، قلنا دايركت ستيميليشن عن طريق زياده الكالسيوم زي البوتاسيوم، وعن طريق الداي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت بروتين كايناز سي. حتى تعالى نحطها هنا، بروتين كايناز سي يا اولاد، سي اهي. امتى بقى هيزيد امتى هيزيد الالدوسترون؟ لو زاد الانجيوتنسين 2. وامتى بيزيد الانجيوتنسين 2؟ لو زاد الرينين، ما انت فاكر الرينين كان بيحول انجيوتنسينوجين ل 1 وال 1 بالانجيوتنسين كونفرتنج انزيم ل 2، يبقى لو زاد الرينين. وامتى يزيد الرينين بقى؟ بص ادقيت لك اربع احوال كلهم بالنقص وكلهم منطقيين جدا. مش احنا قلنا الالدوسترون ده بيحافظ على الملح ومن ثم الميه، يبقى يطلع لما الفوليوم يقل زي في الهيموريج. طب ما لو الفوليوم قل الضغط هيقل، يبقى يطلع لما الضغط يقل زي في الهايبوتنشن. طب يطلع لما الصوديوم يقل، ما لو الصوديوم قل هيقل الميه وبالتالي هيقل الضغط، يبقى ما الصوديوم قل. او لو حصل خداع ان الرينال بلاد فلو قل مش بسبب ان في هيموريدج او بالضغط قليل، ان الرينال ارتري في ستينوزس، هو هيفهمها ازاي؟ في ستينوزس دخل دم قليل للكدني، فاعتبر ان الفوليوم قليل لابد من زياده الرينين وبالتالي الانجيوتنسين 2 وبالتالي الالدوستيرون وبالتالي الصوديوم. يبقى حلو اللي بيزود الرينين اربعه فيهم نقص، نقص الفوليوم زي في الهيموريدج، نقص الارتيريال بلاد بريشر زي في الهايبوتنشن، نقص الصوديوم او خداع، نقص رينال بلاد فلو زي في رينال ارتي ستينوزس، ضيق في صمام رينال ارتي. وطبعا ما تنساش نمره خمسه ان البيتا ادرينرجيك ستيمولانس بتستيميليت كل الهرمونز، قلت لكم البي بي بيتا انهبيتوري ما عدا على ثلاثه، هارت بتعمل له ستيميليشن، كل الهرمون بتزودها البيتا او البيتا ريسبتورز والميتابوليزم. حاجه ثانيه لطيفه يا اولاد بتيجي هنا، ان لو قعدت تشتغل كتير في طول اليوم في الابرايت بوزيشن، يعني وانت واقف مش وانت قاعد بتشتغل كتير، طب كده ممكن الواحد على فكره في الاخر، الناس حتى العساكر الغلابه بتوع التشريفه اللي بيقفوا كده في استقبالات رؤساء الجمهوريات ضغطهم بيقلوا، يجي لهم فينتنج، لان شغلتهم قاعد واقف بقاله ساعات. شوف العظمه الالهيه، لو عملت اي شغله في الابرايت بوزيشن عشان ضغطك ما ينهارش ويغمى عليك، فربنا بيزود الالدوستيرون اللي بيحافظ على الميه والملح فيزود الضغط. ازاي بقى؟ ان لما تقف فتره طويله ده بيزود الرينين، ان كميه الدم اللي بتروح للكليه بتبقى قليله فيطلع رينين، ولما تقف فتره طويله بيحصل استيزس، الدم ما بيروحش كفايه للكبد فما يحصلش ريموفال كفايه للالدوسترون فالالدوسترون يزيد.
يبقى كل الاعمال بتستلزم وقوف فتره طويله عشان ما يغمش عليها وادوخ وقع بتزود الالدوستروم بطريقتين، تزود رينين وتقلل الريموفال. ثالث حاجه بتطلع الالدوستروم نقص صوديوم. ليه في بعض الكتب ما تكتبهاش خالص؟ مش بس لان نقص الصوديوم عشان يطلع الالدوستروم لازم ينزل تحت 20 ملي اكوفالنت بير لتر، ودي رير، ده لسبب اخر، انما احنا قلناه نقص الصوديوم خدناه ضمن الانجيوتنسين 2، كان من ضمن الحاجات اللي بتطلع انجيوتنسين 2 وبالتالي يعمل دايركت ستيميليشن للزيرو جلوميرولوزا ويطلع الالدوستروم. فعشان كده في كتب ما تكتبهاش خالص، ما مكتوبه اهي مع الانجيوتنسين 2 نقص زائد ان الحاجات اللي بتحافظ على الصوديوم في اذر فاكتورز بتحافظ على الصوديوم ليفل مش بس الالدوستروم. رابع حاجه هي اقلهم اهميه اللي هو الاس تي اتش. احنا قلنا ان الزونا جلوميرولوزا اساسا الكنترولر، ارجع لاول محاضره، كان هو البوتاسيوم والانجيوتنسين 2. الزونا جلوميرولوزا بتتاثر بضعف جدا بالاس تي اتش. ازاي يعني؟ لو انت شلت البوستيريو بيتيوتري البيزال ليفل اوف الدوستروم مش هيقل. واحد يقول لي فاهم هاني اهي عامل لها رسمه. انت في كام حاجه بتطلع الالدوستروم؟ اربعه، زياده البوتاسيوم، زياده البوتاسيوم، زياده البوتاسيوم، الانجيوتنسين 2، انجيوتنسين 2، انجيوتنسين 2، 3 نقص الصوديوم، 4 نقص الاس تي اتش، اسف الاس تي اتش بزيادته بيطلع الالدوستروم. طب لو انا عنشلت له البيتيوتري خالص، او فكر معايا عملت له هايبوفيزيكتومي، هل في حاجات تانية تطلع الالدوستروم؟ اه، في ثلاث حاجات بتطلع الالدوستروم: بوتاسيوم وانجيوتنسين 2 وصوديوم. يبقى عشان كده اقول لك ان الاي سي تي اتش لو شلت عملت هايبوفيزيكتومي داز نوت افكت ذا بيزال ليفل اوف الالدوستروم. في حاجات تانية بتحتفظ بالالدوستروم يطلع، زياده البوتاسيوم والانجيوتنسين 2 نقص الصوديوم. عشان كده اقول لك جمله تاني في الام اس كيو، ان الاي سي تي اتش له ويك اند ترانزينت افكت، يعني حتى مش بس ويك ومؤقت، يعني لو حصل زياده في الاي سي تي اتش كرونيك زي في الكوشنج يزيد الالدوستروم في الاول لكن بعد كده ما يزيدش، نوت مينتين، يبقى التاثير ترانزينت. انما لو الواحد اتعرض لستريس، الستريس بيطلع الاي سي تي اتش، ده يزود الالدوستروم. ادي الاربع حاجات يا اولاد، نقولهم تاني في عجاله ونلخصهم الرسمه اللي تحت. ايه اللي بيطلع الالدوستروم؟ هو بينقص البوتاسيوم ويزود الصوديوم، او لا نقولها بالعكس، كنا قلنا بيزود الصوديوم وينقص البوتاسيوم. يبقى امتى يطلع لما الصوديوم قل او البوتاسيوم زاد؟ بس مين الاهم؟ البوتاسيوم. يبقى يطلع نمره واحد بزياده البوتاسيوم، زياده البوتاسيوم، زياده البوتاسيوم اكتر من 1 ملي اكوفالنت ودايركتلي عن طريق الكالسيوم. ثم نمرة 2 انجيوتنسين 2، نمرة 2 انجيوتنسين 2، نمرة 2 انجيوتنسين 2، نمرة 2 برضه بالكالسيوم وبالضيق اسال الجسر والانستول ترايفوسيت. طب ايه اللي بيطلع الانجيوتنسين 2؟ قلنا زياده الرينين اللي هو بيزيد في اربع احوال، نقص الفوليوم، نقص البلاد بريشر، نقص الصوديوم، عشان كده الصوديوم متضمن هنا، ونقص رينال بلاد فلو والبيتا ادرينرجيك. عشان كده ممكن في ناس ما تكتبش خالص صوديوم، ما هي مكتوبه مع انجيوتنسين 2. ونيجي لرابع حاجه الاي سي تي اتش، ايفن لو شلت البيتيوتري خالص في حاجات تانية تطلع الالدوستروم. عشان كده قلنا الاي سي تي اتش داز نوت افكت ذا بيزال ليفل، صح في الام اس كيو، تاثيره ويك اند ترانزيت، مؤقت وضعيف، صح في الام اس كيو، لان لو حصل زياده كرونيك في الاي سي تي اتش الالدوستروم از نوت، يزيد شويه بعد نوت مينتيند، لازم الاكيوت بس اللي بيزود، لما يحصل اكيوت ستريس يزيد الاس تي اتش يزود الالدوستروم. بمعنى اخر اقولها بطريقه لطيفه يا اولاد، الاي سي تي اتش يقدر يزود الالدوستروم في حالات الاستريس، زيادته زياده الاس تي اتش تزود الالدوستروم، لكن نقصه ما يخفيش الالدوستروم، لان في حاجات ثانيه اهمهم البوتاسيوم والانجيوتنسين 2 بتطلعه. عشان كده في الام اس كيو الهايبوفيزيكتومي ما تنقص البيزال ليفل اوف الدوستيرون لو شلت البيتيوتري خالص، لان هناك اشياء اخرى والتاثير ويك وترانز. طيب نيجي لاخر هرمون والاهم
وهو الجلوكوكورتيكويدز. الجلوكوكورتيكويدز اللي هو الأحسن مثال ليه كورتيزول يا ولاد، وقلنا برضو الليير دي زي المينرال وما هي اسينشال فور لايف. الزونا جلوميرولوزا، الزونا فاسيكولاتا اللي اهم منها انها 50% بتطلع اهم هرمون الكورتيزول، برضو اسينشال فور لايف. في الام اس كيو يسموها الستريس هرمون. الجلوكوكورتيكويدز ما تقدرش تتحمل الستريس مع وانت ما عندكش الكورتيكويدز. اتس اسينشال فور لايف. قبل ما نيجي للاكشن برضه اذكرك لازم تتكلم الاول الميكانيزم اوف اكشن. هي استيرويدز بحرف الاس، يبقى سوليبل في الليبيد بحرف الاس، يبقى تدخل الخليه بالسمبل ديفيوجن بحرف الاس، يبقى عندها سيتوبلازمك ريسبتور، وتوصل النيوكلياس تعمل سينثيسيس بروتين بحرف الاس، والسينثيسيس ده هيشتغل بعد مده يبقى سلوب حرف الاس، يبقى الاكشن جينوميك جينوميك جينوميك، الاستيرويد جينوميك. ثم نيجي بقى بعد ما تقول الميكانيزم تقول الاكشنز. قبل ما اقول الاكشن عاوز اقول لك حاجه يا اولاد. الكورتيزول ده هو اهم هرمون في الجسم. ليه؟ مش بس انه اسينشال فور لايف ولا يمكن نتحمل ستريس بدونه، انما غير انه هرمون بيتاخد في حالات نقص الكورتيزول، كورتيزول خلاص، فهو بيستخدم كعقار، عقار في الطب لسه قايلين الكورتيزون اللي بناخده كعقار ويتحول جوه الى كورتيزول في علاج مئات بل قل الاف من الامراض العضال. عشان كده ده اهم واحد. كل هرمون بناخده لما يبقى فيه نقص في الهرمون، بناخد ثيروكس لما يبقى عندي هايبوثيروديزم، انما ناس كتيره بتاخد كورتيزول واحنا عارفين ما ياخدوش كورتيزول، بياخدوا كورتيزون ويتحول الى كورتيزول جوه الجسم وهو ما عندوش هايبوكورتيسيزم، انما عنده مئات الامراض العضال تعالج بالكورتيزول. بناخد كورتيزون في الصيدليه كورتيزون ويتحول جوه الجسم الاكتيف فورم اللي هو كورتيزول، ده الاساسي في الجسم. يبقى ده اهم هرمون بناخده النهارده. فعاوز كل بقى الاطباء والطلبه يبقوا اذان صاغيه في النصف ساعه القادمه على الاكشن والكنترول اوف اهم هرمون، لانه لا يؤخذ فقط في حالات نقص الكورتيزول هايبوكورتيزم، وانما كعقار لعلاج مئات الامراض بل الاف الامراض العضال زي ما هنشوف. طيب احسن تقسيمه يا اولاد للفانكشنز او الاكشنز اوف جلوكوكورتيكويدز هي ان احنا نقسمها لثلاث مجموعات. Permissive action. Permission يعني تصريح، يعني الكورتيزول ما بيعملش الاكشنز دي انما بيصرح للاخرين انه يعملوها، يعني في عدم وجود الاخرين ما يعرفوش، في عدم وجوده الاخرون ما يقدروش يعملوا الاكشن ده، بس محتاجين كميات صغيره جدا من الكورتيزول عشان التانيين يقدروا يعملوا الاكشن ده، فيسموا ده Permissive action. يعني بيدي بيرميشن تصريح. ان لو ليفل بكميه صغيره الكورتيزول بيساعد الهرمونات الاخرى في اداء عملها. هو ما بيعملش العمل بتاعها بس هو بيسمح لها، لو ما فيش كورتيزول مش هيعرفوا يشتغلوا. في وجود كميات صغيره من الكورتيزول يقدروا يعملوا الاكشن دي، يسموه بيرميسيف اكشن. ده اللو ليفل. طب النورمال ليفل يبقى ده في سيرولوجيكال اكشنز. في المستويات الطبيعيه للهرمون. طب احنا قلنا بيستخدم كعقار، يبقى ان هاي ليفل بيعمل اهي فارماكولوجيكال اكشن. ان هاي ليفل في اعلى الصفحه فارماكولوجيكال اكشن. يبقى بنقسم الاكشن الكورتيزول حسب مستوى الكورتيزول، هل لو ولا نورمال ولا هاي. لو بيرميسيف اكشن، هو ما يعملش الاكشن دي بس محتاجين جرعات صغيره من الكورتيزول عشان هرمونات ثانيه 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 تعمل الاكشن بتاعتها. في عدم وجود اللو ليفل في كورتيزول مش هتعملها. وفي السيرولوجيكال اكشنز في النورمال ليفل. وفارماكولوجيكال اكشن كعقار محتاجين هاي ليفل. ابتدي بال بيرميسيف اكشنز. اللو ليفل اربعه. الكاتيكولامينز اللي هو الابينفرين والنور ابينفرين.
ومعاهم الجلوكاجون عشان يعملوا جلايكولينوليتيك افكت، يعني حطموا الجلايكوجين فيموبيلايز الجلوكوز يدوك جلوكوز تستخدمه والنيدد. الجلايكوجينوليسيس اللي بيعملوا الكاتيكولامينز والجلوكاجون ما يحصلش غير لو في لو ليفل اوف كورتيزون، هم اللي بيدوا التصريح. مره اخرى الجلوكاجون والكاتيكولامينز ما يقدروش يعملوا كالوروجينيك افكت يطلعوا حراره كده في يوم برد الا لو في لو ليفل اوف كورتيزول. الكاتيكولامينز لوحدها عشان تعمل لايبوليتيك افكت لايبوليسيس وتموبيلايز فري فاتي اسيد من الليبيد ستورز تديها لك كمصدر للطاقه لازم يبقى في لو ليفل اوف كورتيزول، الكورتيزول يدي لها بيرميشن. البرميسيف افكت البريسور افكت اوف كاتيكولامينز، الكاتيكولامينز عشان ترفع البريشر فعن عنده شوك محتاجه لو ليفل اوف كورتيزول. البرونكو دايلتيشن اتساع الشعب عشان يحصل بالكاتيكولامينز محتاج كورتيزول. ولا تطبيقات كل الكلام ده في الطب. يبقى لو عيان عنده رب وشعبي مش مفيش دواء نافع فيه على الاطلاق، اديله جرعه من الكورتيزول سحر هتوسع الشعب وتضيع ازمه الرب. مش هو اللي وسع، اللي وسع الكاتيكولامينز فقط في وجود الكورتيزول. لو عيان عنده انهيار في الضغط في اوضه العمليات ومفيش دم، طب نعمل ايه قبل ما يجي الدم؟ اديله جرعه كورتيزول، الكورتيزول هيخلي الكاتيكولامينز تعلي الضغط، فده يسموه بيرميسيف. يبقى اربعه اكشن. انا برضو بحب اساعدكم في الحفظ يا اولاد. خدت بالك ان الاربعه بيرميسيف اكشن في قاسم مشترك عملوا لك باللون الاصفر وهو الكاتيكولامينز. كاتيكولامينز في الاربعه مشترك وعندي تامل خاص فيها. هو ليه الكورتيزول بيساعد الكاتيكولامينز في كل البيرميسيف اكشن؟ يا اخي جيران يا اخي، الكورتيزول طالع من الادرينال كورتكس، الكاتيكولامينز طالع من الادرينال ميدالة. مش بنقول النبي وصى على سبع جار؟ طب هنا اشوف التوصية، يعني مش مصادفة انه الكورتيزول بتاع الكورتكس البرميسيف رول اساسا بتاعه مع الكاتيكولامينز في الاربعة، واثنين الاولانيين كاتيكولامينز مع جلوكاجون، يعني حتى حلو في الحفظ. كاتيكولامينز مع لوحده هيعمل لايبوليتيك افكت وبريسور برونكو دايلتيشن. طب كاتيكولامينز مع جلوكاجون يعملوا جلايكوجينريتيك افكت وكالوروجينيك افكت، طلعوا حرام. حلو الاربعه دول. طاقه الفيسيولوجيكال اكشن. سبعه. يبقى هنا كان اربعه بيرميسيف، شوف كل حاجه بنعدها يا اولاد. نيجي بقى الفيسيولوجيكال اكشن. أول واحدة في سبعة هي الأهم وهي الميتابوليزم، وبسميها أولاد الوجه السيء للكورتيزول. الناس اللي عندها أمراض عضال لا تعالج غير بالكورتيزول وبتاخد كورتيزول بجرعات عالية لفترات طويلة، الكورتيزول بيقضي عليها في الآخر. وبقول معلومة أنا عارف هتزعل شوية بس حقيقة، من لم يمت بمرضه مات بعلاجه وهو الكورتيزول. كورتيزول كعلاج بيموت. واحد يقول طب ليه بناخده؟ لانه بدل ما العيان هيموت في خمس سنين الكورتيزول هيموته بس بعد 10 سنين ولا 15، يبقى كسبنا وقت. احد الصور السخيفه اللي هنشوفها في المحاضره القادمه هي الاكشن اوف كورتيزول على الميتابوليزم، بروتين كربوهيدرات وليبيد. نيجي على البروتين. كورتيزول بيعمل اكسترا هيباتيك، افتح ودنك، كاتابوليزم، بيحطم كل حاجة خارج الليبر. بقولها في جملة ما تنساش، بيحطم الإنسان جلد ولحم وعظم، سكين ومسلز وبونز، حطم كل حاجة ما عدا الكبد. وده اللي هنشوفه، العين اللي بياخد الكورتيزول شوف الجلد والمسلز والبونز هيتبهدلوا. مسلز هتبقى فيري ويك، البونز هتبقى مليانة ثقوب أوستيوبوروزيس، السكين هيبقى فيري ثين والجروح ما تلتئمش. هنتفرج المحاضره القادمه. بس انا بزعل من الاوثر ان هو قال بيحطم كل حاجه ما عدا الكبد. الصح هو مش ما عدا الكبد، هو لصالح الكبد زي ما نشوف. يعني هي انت ما تقرا الجمله كاتابوليزم لكل حاجه ما بره الكبد، اكسترا هيباتيك كاتابوليزم، مع ان هو بيحطم كل حاجه بره الكبد لصالح الكبد. تعال نشوف
ازاي بيحطم كل حاجة خارج الكبد؟ بانه بيمنع البناء، بانه بيمنع الامينو اسيد ابتيك بالانسجه دي، وبالتالي يمنع البروتين سينثيسيس. ما هو ما خدتش امينو اسيد يبقى مش هتبني روح، ويزود البروتين كاتابوليزم. يعني ازاي بيحطم كل حاجه؟ بيمنع الابتيك بامينو اسيد والسينثيسيس، ولما ثلاثه يزود البروتين انابوليزم. طب خد بقى الامينو اسيد دي، شوف وداها فين. يعني حطم كل حاجه وخد وحدات تحطيم البروتين والامينو اسيد، وداها هديه رائعه للليفر. قال لي ليفر خدي بقى اهي الامينو اسيد كلها، حطمت لك الجسم كله، وخدي انت بقى الغنيمه اهي الامينو اسيد. فالامينو اسيد جاب بثلاث عمليات: نقص الامينو اسيد ابتيك والبروتين سينثيسيس والبروتين كاتابوليزم. الليفر يعمل منها ثلاث حاجات: يحول من كتر وفره الامينو اسيد هذا الامينو اسيد الى جلوكوز بعمليه اسمها جلوكونيوجينيسيس، تكوين جلوكوز من مصدر جديد. والجلوكوز ده بيبقى ستورد في الكبد في صوره جلايكوجين، اللي هو بيسبورت الليفر فانكشن. يعني الجلايكوجين ده مش بس الليفر مخزنه عشان خاطر يعون سعادتك، عشان يسبورت الليفر فانكشن. يبقى قال لي الليفر خدي بقى الامينو اسيد دي، اعملي منها جلوكوز، اعملي منها جلايكوجين بالجلوكونيجينسيس. هنا حول الامينو اسيد لجلوكوز بالجلوكونيجينسيس وتخزن الصورة الجلايكوجين، سبورت ليفر فانكشن. الليفر بروتين، كل البروتينات قلت، ليفر بروتين تزيد. طب البلازما بروتين اللي بتتعمل في الليفر تزيد، يبقى زود ثلاث انواع من حاجات في الليفر: الجلوكوز بالجلوكونيجينسيس، الليفر بروتين، والبلازما بروتينز. ايه التطبيق الاكلينيكي يا اولاد؟ انه لو عندي عيان عنده فالمينيتنج هيباتايتس، التهاب حاد جدا في الكبد، احسن علاج الكورتيزون. اضحي بالجسم لحد ما الكبد يشد حيله، هدي كل الامينو اسيد الكبد يشد حيله، وبعدين نبقى نوقف كورتيزون. ثاني اكشن على الكربوهيدرات: العيانين اللي بياخدوا كورتيزون بجرعات كبيره لمده طويله هيجي لها سكر دايبيتوجينيك، ودي متوقعه. احنا قلنا كل الهرمونات عكس الانسولين، الانسولين نقص الجلوكوز، الباقي كله يزود الجلوكوز، دايبيتوجينيك. ازاي؟ بطريقه ثانيه. فيرست قلنا هو استيرويد بيعمل سينثيسيس للجلوكونيجينيتك انزيمز في الليفر، تحول الامينو اسيد لجلوكوز، بيعلي الجلوكوز لانه زود الجلوكونيجينيتك انزيم، ودي مهمه جدا في الام اس كيو. اوعى تنسى جلوكو كورتيكويد بيعمل جلوكو نيوجينيتك انزيمز، تزود الجلوكونيجينسيس تزود الجلوكوز، يبقى زود الوارد ده مش كده بس، ويمنع الصادر. انتي انسولين على الباسل والاديبوز تيشو بيمنع الانسولين انه يساعد الابتيك واليوتيلايزيشن الجلوكوز بالمصل اديبوز تيشو. خد بالك ده المصل اديبوز تيشو دي اكتر نص الجسم، السكيليتال مصل 40% من وزن الجسم، السكيليتال مصل بس لسه في كاردياك وسموث. وشوف بقى الاديبوز تيشو منع اكتر من نص الجسم من انه يستخدم الجلوكوز بانه انتي انسولين، منع الابتيك واليوتيلايزيشن الجلوكوز بالمصل اديبوز تيشو، وحول الامينو اسيد لجلوكوز. يعني زود الوارد امينو اسيد ادي جلوكوز، الوارد زاد، ومنع الصادر، منع استخدام الماسلز الماسل اكثر من 40% من الجسم، من السكيتال الماسل لوحدها 40%، والاديبوز تيشو من استخدام هذا الجلوكوز. فالعين يجي له سكر في الاخر، دايبيتوجين. على الليبل متوقعنا، احنا قلنا الانسولين هو الوحيد اللي بيتخن بيعمل لايبوجينيسيس، الباقي كله يعمل لايبوليس. هنا ويك لايبوليتيك افكت، بيموبيلايز الفري فاتي اسيدز من الاديبوز تيشو. يبقى دول متوقعين، دول عكس الانسولين. الانسولين بيغطي جلوكوز، هو يزود الجلوكوز دايبيتوجينيك بطريقتين: فيرست يزود الوارد، يزود الجلوكونيجينسيس بانه بيزود الجلوكونيجينيتك انزيم، من اهم الاسئله في الام اس كيو انه بيزود الجلوكونيجينيتك انزيمز، ويقلل الصادر بانه انتي انسولين. على مين؟ على المصل الاديبوز تيشو، يمنع الاكتيكولوتيزيشن. طب وعلى الفات؟ الانسولين هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينسيس، ده بيعمل لايبوليس، والبروتين بيحطمك لصالح الكبد، اكسترا هيباتيك كاتابوليزم. ده اطول اكشن في السبعه. تاني اكشن انتي ستريس، ما احنا قلنا هو ستريس هرمون، ده اهم اكشن. لو قلت لك قول لي اكشن واحد ليه، مش بالطول مش بالشبر، بيسموه ستريس هرمونز اهو، ستريس هرمونز، انتي ستريس ضد الستريس. لولا الكورتيزول ما تحملنا ضغوط الحياه منتال وفيزيكال،
عشان كده essential to survive for life. Surprising ان دي اهم وظيفة بس مش عارفين clearly بأي طريقة الكورتيزول مهم for survival في حالات الستريس. الحقيقة مش الجلوكو كورتيكويز بس, كورتيزول مهم, وجدوا كلام جديد جدا, والACTH كمان اللي بيطلع الكورتيزول يعني الاستيمنا بتاع الجلوكو كورتيكويز والACTH هما الاثنين essential in severe stress to survive. طب ازاي؟ اقترحوا حاجات مش مؤكدة لحد دلوقتي. ناس قالوا انه بيحافظ على الضغط بطريقتين, بيرستور الفاسكولار رياكتيفيتي تو كاتيكولامينز, ما احنا قلنا ان هو بيساعد الكاتيكولامينز انها تعمل بريسور افكت فوق, قلنا في عدم وجود الكورتيزول الكاتيكولامين ما تقدرش تعمل فازو كونستريكشن وتعلي الضغط, وبيقلل الفاسكولار بيرميابيلتي نفاذيه الفيسلز. عشان كده حتى لما واحد يبقى عنده رشح في ركبته يعني الفيسل بتنفذ وتورم ركبته يدوله كورتيزول يحقنه في الـ في الـ في, الـ في الني, حتى في الملاعب بيعملوها عشان خاطر الركبه ما تورمش والراجل يكمل ماتش. يبقى ازاي بيحافظ على الضغط؟ بانه بيخلي الفيسل تستجيب للكاتيكولامينز ويمنع رشح الميه, بينقص الفاسكولار بيرميابيلتي, زائد لسه قايلين ان هو بيموبيلايز الفري فاتي اسيد اللي اهم يعني سورس اوف انرجي للجسم, موبيلايز الفري فاتي اسيد دي اهم وظيفه. الان ستريس لكن ستيل اوعى تنسى اوبسكيورد نوت كلير. يبقى خدنا اكشن على الميتابوليزم ومعاه انتي ستريس لان واحده فيهم عن طريق الميتابوليز فيه فاتي اسيد, تحفظوا مع بعض عملهم لك الاثنين هم باللون الاحمر. ناخد اللي بعديهم مع بعض, اهم تو سيستم كاردو فاسكولار سيستم وسي ان اس. لسه قايلين الكاردو فاسكولار سيستم بيرستور الفاسكولار رياكتيفيتي, لسه قايلينها يعني يخلي الفيسل تستجيب للكاتيكولامينز فيمنتين الارتيريال بلاد بريشر, وبعدين بيقلل الفاسكولار بيرميابيلتي فيكيب البلاد فوليوم. طيب نيجي على السي ان اس, لو كورتيزول ناقص وعملنا لك رسام مخ كهربائي الكترو انكفالوجرام نلاقي ان الويفز بطيئه slower than the B rhythm, هنقولها مع السي ان اس البي rhythm دي اسرع الويفز هتبطا, ونقص الكورتيزول يعمل لك personality changes, تبقى شخص irritable متضايق ولاك اوف كونسنتريشن مش قادر تركز. يبقى اذا هو مهم للسي ان اس فانكشن بدليل ان نقصه بيخلي الموجات قليله يعني بتاعت الرسام المخ وبيخلي التركيز قليل. وفي السي ان اس الكاردو فاسكولار قلنا بيساعد على الضغط, حفظناهم مع بعض واخدنا اربعه دلوقتي, ميتابوليزم مع انت ستريس وكاردو فاسكولار مع سي ان اس. نمره خمسه على الكدني, مهم قوي, عكس 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 افتح ودانك الانتي دايريتك. الانتي دايريتك ضد ادرار البول, حافظ على الميه عشان كده بيطلع بالليل عشان خاطر ما تروحش تواليت كتير. ده بالعكس ده بيساعدك على التخلص من الووتر لود, بيعمل ووتر لود اكسكريشن يعني لما تشرب ميه اكثر ما ينبغي خلصك من الزياده عن طريق انه بيزود الجلوميرال فلتريشن ريت. واحد يفتكر ان دي اي حاجه يعني بنهزر كده, بيزود جلوميرال فلتريشن ريت اي ميه تاخدها زياده تخلص منها. لو ما حصلش هذا الكلام كان هيحصل نقص الكورتيزول هيؤدي الى ووتر انتوكسيكيشن, تسمم بالميه. تصور الميه دي اللي ربنا عمل منها كل شيء حي, لو ما فيش كورتيزول لو خدت ميه زياده تتسمم وتموت بالميه. ولما شفنا دكاتره بيغلطوا غلطه احب اقولها لكم عشان ما حدش يغلط, يلاقي العيان كده يعني اللي ما عندوش كورتيزول مدروخ فيروح يقول لك ايه ركب له جلوكوز انفيوجن محلول سكر كده يساعده شويه, وما فيش كورتيزول والسكر قليل. دي تبقى مصيبه لو في ووتر انتوكسيكيشن, لان لو اديته محلول جلوكوز الميه اللي في محلول الجلوكوز دي هتدخل في السيلز بتاعت الثيرموريجولاتوري سنتر بتاعت مركز تنظيم الحراره اللي في الهايبوثالاموس تبوظه, فيحصل حاجه اسمها جلوكوز فيفر, تسخن بسبب هذا الجلوكوز انفيوجن وديث العيان يموت. اوعى اديني بقولها كده ويمي سيف اي بيشنت, عيان عنده نقص كورتيزول ما قدرش يتخلص ميه فحصل له ووتر انتوكسيكيشن, بس العيان ناقص عنده جلوكوز ومدروخ تروح تقول اديله محلول جلوكوز, محلول جلوكوز يقتله. المحلول ده هيدخل في مراكز ضبط الحراره في الهايبوثالاموس يحصل حاجه اسمها جلوكوز فيفر اند ديث.
فدي مش هزار. الكيدني عكس الانتي دايريتك، الانتي دايريتك يحافظ على المايه، ده يخلصك من مايه زياده، ووتر لود اكسكريشن، انه يزود الجلوميرولار فلتريشن ريت. طيب نيجي على نمرة 6، البلاد سيلز والليمفويد تيشو. الناس اللي بتاخد كورتيزول بيزيد عندها ثلاث خلايا في الدم، الار بي سيز والبليتلتس والنيتروفيلز، ويقل ثلاث خلايا اللي هم ايسينوفيلز وبيزوفيلز والليمفوسايتس. هتقول لي يا نهار ابيض هنحفظهم ازاي دول يا دكتور؟ عندي طريقه يا اولاد تملي تفكرك. انا فكرت فيها، لما اقولها للطلبه وده سؤال ام اس كيو مهم مش هيعرفوا يجاوبوها، فبقولها بطريقه لطيفه. الكورتيزول بيزود الزايدين، اكتر ثلاث خلايا في الدم هي اوريدي زايده بيزودها. مين اكتر خلايا في الدم؟ ار بي سي 5 مليون في كل مليمتر مكعب، يليها بليتلتس ربع مليون في كل مليمتر مكعب. في كرات الدم البيضاء اكتر خلايا 60 ل 70% نيوتروفيلز، فهو بيزود اكتر ثلاث خلايا زايده، ار بي سي بليتلتس اند نيوتروفيلز، بيزود الزايدين. طب واحد يقول لي هتحفظنا الثانيه ازاي؟ انه انتي الرجي، كل خلية لها علاقة بالألرجي، بتزيد في الألرجي، متداخلة مع الألرجي بنقصها. الإستينوفيل والبيزوفيل بتوع الألرجي والليمفوسايتس اللي هي شغالة في الإميونيتي بنقصها. يبقى حلوة كده يا ولاد، بيزود الزائدين أر بي سي بليتلتس نيتروفيلز وينقص بتوع الألرجي يوسينوفيلز بيزوفيلز أند ليمفوسايتس. وبعدين على الليمفويد تيشو بيقلل السايز اوف ليمف جلاندز والثايمس، خد بالك الثايمس دي تعتبر غدد ليمفاويه. هتقول لي طب فين التطبيق الاكلينيكي يا دكتور؟ من احد العلاجات المؤثره جدا في سرطان الغدد الليمفاويه، غدد الليمفاويه كبرت، هو بيقلل السايز بتاع الليمف جلاند، بندي كورتيزول. يقول لك الكورتيزول ميلتس يعني بيسيح الليمفاتيك تيشو. طيب ما تنساش، وتاني يا اولاد اللي جوه جسمنا اساسا ايه؟ كورتيزول بالال، وفي شويه كورتيزول قليله جدا، لكن اللي بناخده من بره كورتيزول. طب ازاي هيشتغل وهو ضعيف؟ بيتحول جوه الجسم الى كورتيزول، عشان دي نقطه انا عارف في ناس كده ملخبطه. نمره 7 اذر رياكشن، اذر اكشن، حاجات بقى ايه متناثرات كده. احنا قلنا ان عنده مينرال وكورتيكويدز لايك اكشن وتشرحها. الكورتيزول 1000 مره قد الاندوستيرون، بره الجسم ان فيترو بيمسك بقوه في المينرال كورتيكويد ريسبتور. حلو قوي. طب المفروض يبقى الاكشن ده قوي، لا الاكشن ده فيري ويك. ليه؟ لان الكيدني عليها انزيم، هذا الانزيم بيحول الكورتيزول الاكتف الى مركب اضعف وهو الكورتيزول، فاكرينه؟ اللي هو حتى قلنا اللي بيعمل الحكايه دي كان هو تايب 1 يا اولاد. تبقى فاكرها كويس قوي. قلناها. اوعى تنسى، يبقى تشرح ده لو يعني اوائل يشرحوها يبقى حلو قوي. اوعى تنسى قلناها، وانا يعني فاكر الانزيم ده اللي هو ال 11 بيتا هيدروكسيستيرويد دي هيدروجينيز. ده موجود على رينال سيلز تايب 2، بيحول الكورتيزول الاكتف الى كورتيزول ان اكتف، فمينفعش كده المينرال كورتيكويز اكشن ضعيف قوي. ما تزيدش غير لو الكورتيزول زاد زي في كوشنج ديزيز او اللي هو الانزيم ده ابسنت اور انهبيتد. اللي عنده ذاكره كنا خدنا في الريسبريشن يا اولاد انه السيرفكتنت الماتوريشن اوف سيرفكتنت كان مهم ليه الكورتيزول، عشان كده قلنا الاطفال اللي بيتولدوا غير مكتمل النمو، الاطفال مكتسرين بيبقى عندهم صعوبه في النفس، الريسبيراتوري ديستريس سندروم بسبب نقص السيرفكتنت. لان اللي بيعمل ماتوريشن للسيرفكتنت هو الكورتيزول، وهذا الكورتيزول افتح ودنك اللي ما سمعنيش في محاضرات الريسبريشن. بيطلع في اخر الحمل، فلو البيبي اتولد قبل ما الشهر التاسع مفيش كورتيزول، فما حصلش ماتوريشن اوف سيرفكتنت. يبقى عنده صعوبه في النفس. كورتيزول يا اولاد هنشوف في الناس اللي زياده عندهم كورتيزول واللي بياخدوا كورتيزول بتتفتح شهيتهم، بيزود الابيتايت عن طريق نيوروبيبتايد واي وعن طريق الكورتيكوتروبين ريليسينج هرمون، دول بيزودوا الابيتايت، هناخدهم مع الميتابوليزم. حتى بقولها بطريقه لطيفه، اهم حاجه تخليك تاكل كتير، واي يو ار ايتينج تو ماتش،
because of neuropeptide Y، عشان ما تنساش حاجة فيها مزاح. دول السبع actions اللي هما الفسيولوجيكال يا ولاد. يبقى هقولها تاني كده في عجالة. يبقى أهم حاجة الميتابوليك أكشن، وده الوجه السائل، الكورتيزول، نوع البروتين اكسترا هيباتيك كاتابوليزم، يحطم كل حاجة لصالح الكبد. على الكربوهيدرات يجي عم جيب لك سكر لو خدت كورتيزول. وبعدين ويك لايبوليتيك افكت، ده على الميتابوليزم. على الانتي ستريس، على اساس في الانتي ستريس بيحصل بينه بيدينا شويه فري فاتي اسيد، احفظوا مع بعض. سي ان اس مع كاردو فاسكولار سيستم مع بعض، ده اربعه. بعدين كيدني عكس الاي دي اتش بيكسكريت الوتر لود، والا يحصل لك ووتر انتوكسيكيشن. وبعدين نمره 6 على البلاد، قلنا بيزود الزائدين ار بي سيز نيوتروفيلز وبليتلتس، وينقص بتوع الالرجي يسينوفيل بيزوفيل الليمفوسايتس، بيسيح الغدد الليمفاويه، بيدوه في سرطانات الغدد الليمفاويه. وسبعه متناثرات قلنا مينرالوكورتيكويدز، بتشرحها للاوائل. كورتيزول 100 الف مره قد الالدوسترون، واقوى في انه يمسك في الريسبتور على الكيدني بتاعت مينرالوكورتيكويدز، لكن ليه ما بيشتغلش؟ لان في بقى انزيم هناك بيحوله الى كورتيزول اللي ما بيمسكش في الريسبتور. خلاص. وبعدين في البيبي مهم للماتوريشن اوف سيرفكتنس، وبعدين بيزود الابيتايت. طيب يا لاب بقى الفارماكولوجيكال اكشن، يعني ده ان هاي دوز بنستخدمه كعقار في علاج مئات بل قل الاف من امراض العضال. تعال نشوف في الفارماكولوجيكال اكشن. اول حاجه في وجه سيء على البون والكونكتيف تيشو، نوع ده بيحطم البون. برعات كبيره طبعا هيحصل اوستيوبوروزيس، يعني العظم هيبقى مليان ثقوب، هشاشه عظم، بور يعني ثقب. اكتر حته هنبقى نشوفها محاضرات قادمه باذن الله يا اولاد، اللي هم الفيرتبرال كولم، العمود الفقري، اكتر حته بتتاثر يحصل فيها ثقوب. ازاي بقى بيعمل اوستيوبوروزيس؟ سهل، بألفها، بيقلل البون فورميشن ويزود البون ريزوربشن. بس طبعا في من هو اقوى منه في تحطيم البون، فاكرينه مين؟ مين المعول الاساسي في تحطيم البون في الجسم؟ الباراثرمون. ما كانش بيعمل بورز، بيعمل سيست، اوستيايتس فايبروزا سيستيكا، فجوات مش ثقوب. انما ده بيحطم كل حاجه ومن ضمنها البون، هناك مركز على البون الباراثرمون، اكبر معول لتحطيم البون. فبيقلل البون فورميشن وبيزود البون ريزوربشن كورتيزول. ازاي بيقلل فورميشن؟ مين اهم فيتامين بيحب يكون البون؟ بيجيب كالسيوم وفوسفورس من الانتستين وكالسيوم وفوسفورس من الكيدني ويحطهم في البون، انتي فيتامين دي، فهو انتي فيتامين دي. خلاص. طالب بيسالني، طب قولها لنا بطريقه لطيفه. انا قلت لكم ان فيتامين دي لا ينطبق عليه المثل زياده الخرخرين، يعني لو خدت جرعه كبيره بيبوظ الدنيا. طب لو انت طبيب واديت جرعه كبيره من فيتامين دي، فهيحصل فيتامين دي توكسيستي، تعالجها ازاي يا اولاد؟ بالكورتيزول، لانه انتي فيتامين دي، يعني يتحول هنا العيب الى ميزه. انه انتي فيتامين دي، وعين بيقلل اوستيوبلاست اللي بتكون، وبيقلل الكولاجين فايبر التقفيصه اللي بيتحط فيها الكالسيوم فوسفيت هيدروكسي ابيتايت كريستالز. يبقى البون اوستيوبوروزس. نيجي على الكونكتيف تيشو. بيمنع الكولاجين فايبر ثينسيس، وبينهبت الفايبروبلاست اللي بتكون فايبرس تيشو. الكلام اللي اقوله مش عليك بس يوسع مداركك. يعني هو بيمنع تكوين الفايبرس تيشو. دي قد تكون ميزه قد تكون عيب. ميزه لو انا في ناس لما تتعور او تتحرق بيخاف يحصل فايبروزس ويتشوه وجهه. هنا مراهم الكورتيزول رائعه لانها بتمنع تكون الفايبرس تيشو. والناس اللي بعد الجراحات يتكون عندها فايبرس تيشو كتير يسموها كيلويد، احسن حاجه يدهن كورتيزول، بيمنع تكون فايبرس تيشو والكولاجين ثانسس. طيب واحد عنده روماتيزم في القلب، خايف من ايه في روماتيزم القلب؟ بيعمل فايبروزس في الصمامات، فلو عمل فايبروزس في حلقه الصمام يحصل ستينوزس ضيق. لو حصل فايبروزس في الليفلتس، في الكاسبس، في الدرف، يحصل ارتجاع. يعني الحمى الروماتيزميه بتخوف انها بتعمل فايبروز في القلب، عشان كده بيدوا كورتيزول، لكن ممكن تبقى كارثه. اسمع دي، بيكوز وي سيف ا بيشنت. قلعن بكتيريا في الدنيا هي التيوبركلوزس تي بي،
لدرجة قلت كل البكتيريا بالبي لينفوسايتس لأنها ضعيفة ما عدا التي بي بالتي اللي هي قوية. لو واحد جاله سل عارف الجسم بيخلص من جرثومة السل ده بطريقتين، بالتي هي بتاعت التي بي اللي هي أقوى خلية، وبيشط أوف الإنفكشن. لو حصل إنفكشن بتي بي في اللنج يروح الجسم عامل حولها فيبروزس عشان يحبسها. يبقى لو أنا اديت عيان عنده تيبركلوزس كورتيزول منعت تكوين فايبرس تيشو يبقى انت قتلت العيان ده. هيحصل حاجه اسمها ميليتري تيبركلوزس، انتشار للسل في كل جسم ويموت. عشان كده اي مي سيف ا بيشنت اتس كونترا انديكيتد، غير مصرح تتسجن لو اديت عيان عنده سل كورتيزول لانه بيمنع الفايبرس تيشو فورميشن. طيب دي اكشن على البون والكونكتيف تيشو يحفظوا مع بعض. نمره 3 و4 في الفارماكولوجيكال انتي انفلاماتوري وانتي اليرجيك، ضد الالتهاب وضد الالرجي، واخدهم مع بعض لان ما يمكنش الفصل ما بينهم تماما يا اولاد، يعني ما ينفعش نفصلهم تماما، متعلقين ببعض. ازاي؟ تعال نشوف ازاي ضد الالتهاب. حلو قوي، الواحد يبقى عنده التهاب بيحط مراهم كورتيزون، انه بينهبت الفوسفولايبيز انزيم اللي هو بيكون اراكيدونيك اسيد، يبقى هيمنع تكوين الاراكيدونيك اسيد اهي، وعليه يمنع تكوين بروستاجلاندين كان بتكون الاراكيدونيك اسيد واليوكوترينز والثرومبوكزينز، وكل دي هي الميدياتورز وسائط الالتهاب. الالتهاب بيشتغل بالمواد دي، بالبروستاجلاندينز واليوكوترينز والثرومبوكزينز. دول جايين منين؟ بالاراكيدونيك. طب الكورتيزول بيمنع تكوين الاراكيدونيك وعليه الميدياتورز اوف انفلاميشن بانه بينهبت الفوسفولايبيز انزيم. طب دي تفيدك في ايه بقى؟ ان بتوع الالتهاب دول كانوا بيعملوا كابيلر دايلتيشن في الحته الملتهبه تورم، بيزودوا الكابيلر دايلتيشن كابيلر بريميابيلتي، فبيهيقل الكابيلر دايلتيشن بريميابيلتي، مش يطلع ميه هيمنع الورم. في الالتهاب بيحصل كيموتاكسيس اللي هو قلنا النيوتروفيلز بتروح الحته اللي فيها التهاب، المايكروفيجس والماكروفيجس، هو بيمنع الكيموتاكس. حتى التاتا بحرف السي ده مهم جدا في الام اس كيو، انه بينهبت الفوسفولايبيز نمره واحد، وعليه يمنع تكوين الاركيدونيك اسيد نمره اثنين، وعليه يمنع تكوين الميدياتورز انفلاميشن اللي هم الليكوترينز بروستاجلاندين ثرومبوكزينز، وعليه يمنع الكابيلر دايلتيشن والكابيلر بيرميابيلتي والكيموتاكس. اللي بعدها بتيجي كتير جدا في الام اس كيو، مين اهم اورجانيل متداخل في الالتهاب؟ لايسوزومز اللي اي خليه بتتعور اللايسوزومز تنفجر، يسموها السويسايدال باجز، الحقائب الانتحاريه. لما خليه تتعور تنفجر اللايسوزومز، تطلع بروتريتيك انزيمز تاكل الخليه اللي هي اتعورت، مش احنا ما بنصلحش الجسم، بنعمل بدلها خليه جديده. طب ازاي الكورتيزول بيمنع بقى ان ينفجر اللايسوزومز وياكل الخليه اللي اتعورت؟ انه بيستابيلايز الممبرين اوف لايسوزومز، تيجي كتير جدا في الام اس كيو، بيقوي الممبرين اوف لايسوزومز، بيمنع انفجار اللايسوزومز، وعليه بيمنع الريليس بتاع البروتريتيك انزيمز. نمره 3 الالرجي، اللي ممكن فصلها عن الالتهاب لان في الالرجي بقى فيه التهاب، انه انتي الالرجيك. ازاي؟ قلنا ان هو بيسبرس الاميون سيستم بشقيه. الاميون سيستم قائم على التي سيلز اللي هي السيل ميديت اميونتي والهيومورال اميونتي اللي هي الانتي بوديز، هو بيمنع تكوين التي سيلز والانتي بوديز الاثنين. فده ازاي بيشتغل كانتي الالرجيك؟ يبقى هو انتي انفلاماتوري وانتي الرجيك. في ناس تانية بيحبوا يضيفوا نمره 5 في الفارماكولوجيكال انتي شوك اللي قلناه على الكاردو فاسكور، انه بيخلي الفيسل ريسبونسيف للكاتيكولامينز وبيقلل الكابيلر بيرابيلتي. يعني يحبوا يقولوا 3 انتي انفلاماتوري انتي الرجيك انتي شوك لو عاوزها. طالب قال لي طيب ذكرنا فيها كده عشان ما انتهش وانت هتسمع بعد كده، يبقى عندي 4 بيرميسيف و4 فارماكولوجيكال. حلو؟ 4 و4 ما تنساهمش. وما بينهم 7 فيسيولوجيكال اللي هم موضوعنا.
أربعة بيرميسيف إن لو دوز الكورتيزول بيساعد مين؟ قريبه كاتيكولامينز في إنه يعمل بريسور إفكت وبرونكودايلتيشن ويعمل لايبوليتيك إفكت. يساعد الكاتيكولامينز برضو مع الجلوكاجون في اللايبوليتيك في الجلايكوجينوليتيك إفكت والكالوروجينيك إفكت. هذا أربعة. يبقى مرتين بيساعد الكاتيكولامينز لوحده ومرتين يساعد الكاتيكولامينز مع الجلوكاجون. وقلنا ان ده كاتيكولامينز ده جاره ده طالع من الادرينال مضله فبيساعده ده البرميسيف. طب نيجي الفارماكولوجيكال اربعه. قلنا بيمنع تكوين البون والكونكتيف تيشو وريت لك المزايا والعيب. بون ريزوربشن والكونكتيف تيشو بيمنع السنسز اوف كولاجين وبيمنع الفايبروبلاست. ادي اثنين واثنين حلوين قوي بقى انتي انفلاماتوري وانتي اليرجيك. يبقى اربعه اهو بون وكونكتيف تيشو وانتي انفلاماتوري وانتي اليرجيك. والبرميسيف كان أربعة اثنين واثنين كاتيكولامينز لوحده حاجتين وكاتيكولامينز مع الجلوكاجون حاجتين. عيد الفيديو. أما الفيسيولوجيكال عندنا كم حاجة يا أولاد؟ سبع حاجات. ميتابوليك وأنتي ستريس. ميتابوليك دي أهم واحدة تحفظها. البروتين إكسترا هيباتيك كاتابوليزم على الكربوهيدرات يجيب لك سكر ديابيتوجينيك وعلى الليبيد ويك لايبوليس. يبقى ده ميتابوليك وأنتي ستريس اثنين. وان اهم جهازين كارديو فاسكولار مهم للحفاظ على الضغط فاسكولار ريسبونسيف تو كاتيكولامينز ويقلل الكابيلر بريمابيلتي وعلى السي ان اس بيخليك مصحصح كده. هنشوف الكارديو مزيد يخليك ايفوريك مبسوط كده ومصحصح. لو نقص يبقى مفيش تركيز لاك اوف كونسنتريشن والموجات تبقى اربعه على الكيدني خلصك ميه زياده عكس اي دي اتش اكسكريشن ووتر لود عن طريق انه بيزود الجلوميرفيكشن ريت. بعدين نيجي نمرة 6 على البلاط بيزود 3 ونقص 3 بيزود زايدين ونقص طوع الالرجي بيزوفيليك وإسينوفيليك وليمفوسايتس بيزود الزايدين ار بي سي سبليتلتس اند نيوتروفيلز وبعدين بيسيح الليمفويد تيشو والثايموس. نمرة 5 متناثرات اللي هو فاكرينه انه بماتيور له مينرالو كورتكوزك اكشن وانتم ممكن تكتبوا كلام يعني اللي بيقراه يستفاد منه. علاقته بالمينرال الكورتكويز ازاي هو ألف مرة قد المينرال الكورتكويز وازاي هو بيمسك اكتر مينرال الكورتكويز ريسبتور بس في الكدني في انزيم بيحول المركب ما يمسكش من كورتيزول الى كورتيزون تايب 1. وبعدين بيماتيور السيرفكتنت وبعدين قلنا انه بيزود الابيتايت. يبقى اربعة بيرميسيف اثنين واثنين كاتيكولامينز لوحدهم اثنين وكاتيكولامينز مع جلوكاجون اثنين اللو دوز أربعة فارماكولوجيكال بون كونكتيف تيشو اثنين وبعدين انتي انفلاماتوري وانتي اليرجيك اثنين. يبقى أربعة بيرميسيف وأربعة فارماكولوجيكال دي هاي لود دي لو دوز وفيسيولوجيكال في سبعة. أتمنى أبقى حفظتها لكم. ميتابوليزم وانتي ستريس سي ان اس وكارديو فاسكولار كيدني وبعدين خدنا على البلاد وعلى الأذرز. آخر حاجة بقى يا أولاد نقولها وأنا عارف دي أطول محاضرة ثلاث غدد كنترول. سؤال التملي روحنا هل الغده دي اندر دي كنترول اوف انتيريور بيتيوتري او نوت اندر كنترول؟ ادرينال كورتكس اندر دي كنترول اوف انتيريور بيتيوتري عن طريق الاس تي اتش. يبقى في طريقه معينه نبتدي برئيس مجلس الاداره اللي هو الهايبوثالامس اللي بيطلع الكورتيكوتروبين ريليسينج هرمون اهو فيستجيب ليه البيتيوتري يطلع الاس تي اتش فتستجيب لي الأدريان كورتكس طلع الكارتيزول من زون ريتيكولاريس ومعاه شوية سكس هرمونز والسكس هرمونز ومعاه شوية جلوكورتيكويدز من زون ريتيكولاريس. وطبعا اوعى تنسى للأوائل بقى الاس تي اتش ده بيشتغل على تو لايرز بس ريتيكولاريس دي الأقل أهمية والفاسيكولاتا بتاعت الكورتيزول ما بيشتغلش أساسا على الجلوميرولوزا very weak action على الجلوميرولوزا. الجلوميرولوزا دي شغاله بالبوتاسيوم والانجيوتنسين 2. فتسال روحك هي تحت تاثير الانتيريور بيتيوتري يبقى ليها اكلاشيه ثلاثي تري بالهايبوثالاموس كورتيكوتروبين ريليسينج هرمون ده رئيس مجلس الاداره يشغل البيتيوتري تطلع اي سي تي اتش شغل الغده تطلع الهرمونات المعنيه. في عجاله بقى نراجعهم كلها معلومات عارفينها مراجعه جميله جدا. كل الريليسينج هرمونز تعلمنا عنها الاتي المعلومات اللي على ايدك الشمال دي اقل اهميه اللي على اليمين اكثر اهميه. ف
فلو في النظري ممكن تكتب اليمين بس، لكن في الام اس كيو لازم تعرف الاثنين. كل ريليسنج هرمونز معلومه اولى، عد معايا، طالعه من النيورونز اوف ذا بارافنتريكولار نيوكلياي، يبقى برودوس باي نيورونز اوف بارافنتريكولار نيوكلياي. تاني معلومه، سيكريتد من الميديان امينس، مكان بارز اهو ميديان امينس، توصل بيتوتري عن طريق هايبوثالام وهايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. معلومة الثالثة، دول الثلاثة اللي هم مش مهمين قوي، نيجي المهمين. معلومة الرابعة، تركيب كل ريليسينج والانهيبيتنج هرمونز سمول بيبتايدز، معروفة بيبتايد او بروتين ومعاهم كاتيكولامينز يشتغلوا نون جينوميك. معلومة الخامسة، قصادنا أربعة سكند ماسنجرز، الاساس هو السايكل ام بيس ومسايكل ام بيس ومسايكل ام بي. اذا الموضوع عاوز كالسيوم نروح للداي اسايل جليسترول ستول ترايفوسفيت. طب ريليسنج هرمون هنا هيطلع اي سي تي اتش اللي هي تركيبه ايه؟ بولي بيبتايد. يبقى هتطلع بعمليه اكسوسايتوزس، الاس تي اتش ده بولي بيبتايد، يبقى يطلع من الخليه باكسوسايتوز، اي بروتين او بولي بيبتايد يطلع من الاكسوسايتوز اللي تحتاج لكالسيوم. يبقى لازم السكند ميسنجر هنا يبقى له علاقه بالكالسيوم اللي هو الداي اسايل جليسترول انستول ترايفوسفيت. معلومه السادسه، انه احنا قلنا ده ستريس هرمون فيطلع بالنيرف ستريس، عشان كده حتى شوف الهايبوثالاموس نيرف ستريتش اللي هي جزء من النيرف سيستم، لما نتعرض لستريس تطلع الهرمون ده عشان تطلع كورتيزول. طب النيرف ستريس ده مش كل طوال اليوم، ده بيبقى وانت صاحي اكتر من انت نايم، عشان كده في ديورنال اور سيركاديان ريذم. المعلومه السابعه، قلنا ان الاديان كورتكس غده صباحيه، بيبقى فيري هاي في الايرلي مورنينج، ثلاث ارباع الكورتيزول بيطلع الصبح في الايرلي مورنينج، حتى مش مورنينج. ليه؟ عاوز تعرف الصح، بيطلع ما بين الساعه 4 الصبح و10، يعني حتى قبل ما تصحى، وده يدل على ان وراء الخلق خالق بيعدك للصحيان، لسه ما صحيتش، اشتغل الصبح، شوف يطلع مع الصبح ويقل بالليل، رسم لك شمس وقمر، يطلع في الايرلي مورنينج ولو في الايفنينج. دي السبع معلومات، ثلاثه اقل اهميه واربعه مهمين. بيطلع من نيورونز اوف بارافنتريكولار نيوكلياي نمره واحد، سكريتيف من الميديال امينس نمره اثنين، ينزل عن طريق هايبوثالامو وهايبوفيزيال بورتال سكريشن نمره ثلاثه. نيجي المهم بقى، نمرة 4 انها سمول بيبتايد، يبقى تشتغل نمرة 5 بنان جينوميك. هنا عاوزين نطلع الاس تي اتش اللي هو بولي بيبتايد بالارشيتوز، يبقى محتاجين الداي اسايل جليسترول انستول ترايفوسفيت. المعلومة رقم 6، في النيرف ستريس اللي هو مش طول اليوم، يبقى عندها ديورنال اور سيركاديان ريذم، تطلع هاي في الايرلي مورنينج ولو في الايفنينج. الاسئلة الام اس كيو بقى، لو حطمت الهايبوثالاموس الميديان امينينس، السيركاديان ريزم اساسا نيرفس في الهايبوثالاموس، هيوقف السيركاديان ريزم بتاع الاس تي اتش، هيوقف السيركاديان ريزم بتاع الكورتيزول. يعني اللي خلى الكورتيزول يطلع الصبح وما يطلعش في الايفنينج هو ان الاس تي اتش عنده سيركاديان ريزم، هو ان الكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون عندها سيركاديان ريزم. طيب نيجي الاس تي اتش يا اولاد، سكريتد من بيزوفيليك سيلز في البيتيوتري اسمها، بتطلع ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون اسمها كورتيكوتروبس، هي حتى لونها ازرق انها بيزوفيليك، الهاف لايف بتاعته 10 دقائق. المعلومه الثالثه، تركيبه بولي بيبتايد، قلناها قبل كده بولي بيبتايد هو جروث هرمون والبرولاكتين، كان في ثلاثه من الهرمونات بتوع البيتيوتري بولي بيبتايد، جروث هرمون، برولاكتين، والاي سي تي اتش، بولي بيبتايد. التلاته التانيين اللي هم الثايرويد سيميتنج هرمون والاف اس اتش والال اتش كانوا جلايكوبروتين، انما ده بولي بيبتايد. المهم بولي بيبتايد او بروتين يبقى برضه نان جينوميك عن طريق جي بروتين كابلد ريسبتور، عندهم اربعه سكند ميسنجرز اهمهم السايكل كيم بي، فهنا بيشتغلوا السايكل كيم بي. معلومة الخامسة، important for two zones بس، zona fasciculata and zona reticularis، إنما not important for zona glomerulosa. قلنا لو شلت الهايبوفيزس ضاعت الزونة ف
فاسيكولاتا ريتيكولاريس، لان مفيش حاجه بتعملها ستيميليشن غير اس تي اتش، دول طاروا خلاص. انما لو شلتها لا، الزونا بيمروزا زي الفل، اللي فيه ثلاث حاجات تانيين: بوتاسيوم بوتاسيوم بوتاسيوم، انجيوتنسين 2 انجيوتنسين 2 انجيوتنسين 2، وفوق البيع الصوديوم بيطلعوه. فنوت امبورتنت فور زونا جلوميرولوزا. طيب لو عملت كرونيك ستيميليشن، قلناها ان مش الهرمونات دي مش مهمه بس للفيسيولوجي، دي مهمه للاناتومي. كرونيك ستيميليشن لو زاد الاس تي اتش كتير، التو زونز دول هيحصل لهم هايبرتروفي اند هايبربلازيا، يعني عدد الخلايا تزيد، هايبربلازيا تخليق زايد بتاعت الزونا فاسيكولاتا ريتيكولاريس، والخلايا تكبر. ولاحظناها يا اولاد في الناس اللي بيتعرضوا للكرونيك ستريس، يعني واحده ام مثلا فقدت فلذه كبريها اللي هو طفلها، حزينه جدا، ستريسد جدا، بعد شهور لو توفاها الله وتفرجنا على الادرينال كورتكس لقيت تو زونز دول كبروا جدا، اللي هو الزونا ريتيكولاريس والزونا فاسيكولاتا، اساسا فاسيكولاتا وريتيكولاريس بالترتيب الاصح، فاسيكولاتا وريتيكولاريس مش الزونا جلوميرولوزا. اللي جاي مهم يا اولاد، قلنا في الحيوانات مين بيعمل لهم بيجمنتيشن؟ البيتا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، اللي بيعمل لهم يخلي الجلد بتاعهم غامق، اللي بيطلع منين؟ من الانترميديت لوب اوف بوتيتري. طب احنا ما عندناش انترميديت لوب في البيتيوتري. طب مين عندنا يقوم مقام الانترميديت لوب اوف بيتيوتري؟ اللي هو الاي سي تي اتش. الاي سي تي اتش عنده بيتا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون لايك اكشن، يعني لو زاد يحصل لك بيجمنتيشن، قل يحصل لك بالور شحوب، قلناها قبل كده. فدي مهمه جدا في الام اس كيو، ان اللي بيعمل بيجمنتيشن هو الاي سي تي اتش. وبعدين برضه زي ما الكورتيكوتروبين ريسينج هرمون عندها ديورنا ريذم، الاي سي تي اتش عنده ديورنا سيركاديان ريذم، يزيد في الايرلي مورنينج من الساعه 4 الصبح ل 10 صباحا، ويقل بالليت ايفنينج او بالايفنينج. طيب نيجي نمره 3، شوف الطالب الممتاز الفري كورتيزول، لان هو ده الاكتف اللي بيعمل نيجاتيف فيدباك مش الباوند فور. ما احنا عارفين الكورتيزول 90% منه ماسك مع كورتيكوتروبين، فاكر اللي هي الجلوبلين خدناها، كان ماسك معظمه مع الجلوبلين، هو زي ستيروكس. فالفري هو اللي عنده، الفري هو اللي بيعمل النيجاتيف فيدباك. فلو زاد الكورتيزول يا اولاد عن الليفل المعني، لو زاد الكورتيزول هيعمل فيدباك على البيتيوتري والهايبوثالاموس الاثنين. هناك في الثايرويد كنا قلنا مهم اكتر على البيتيوتري، هنا لا، الاثنين زي بعض. لو زاد الفري كورتيزول هينهبت الاي سي تي اتش وينهبت الكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون. طب ولو قل يزود؟ وذكرك كنا بنفتكرها ازاي يا اولاد، كنا قلنا ان الهايبوثالاموس والبيتيوتري تحدد، الهايبوثالاموس يحددوا الليفل اللي انت عاوزه من الكورتيزول، والفيدباك من تحت يثبت، لو زاد يقلل لو قل يزود. يبقى نتكلم تاني، يبقى هما الفري كورتيزول، لان قلنا الكورتيكوسترويدز بايندينج جلوبولين، الجلوبولين الكورتيكوسترويدز اللي ماسك في الجلوبولين اللي كان اسمه كورتيكوسترويدز بايندينج جلوبولين ده بيبقى ان اكتف، الفري هو اللي اكتف. لو زاد الفري فورم عشان ما يحصلش هايبر فانكشن، ربنا عمل انهيبيشن للاس تي اتش والكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون، قال له يزيد الاس تي اتش والكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون. ومثلها طبعا بس اقل اهميه الادرينال اندروجين اللي هي بتاعت الزونا ريتيكولاريس. في بقى ناس بتغلس تجيب لكم حاجات في كولمز، يعني ده الاوائل اللي عاوز يكتب زياده بقى، كولم مش مهم وكولم مهم. في حاجات بتعمل دايركت ستيميليشن للكورتيزول زيها زي الاس تي اتش، يعني تستيميليت الكورتكس تطلع اس تي اتش. دول اربعه اللي هم الفازوبريسين انتي دايريتك هرمون، الفازو اكتيف انتستاينال بيبتايد هناخده في الانتستين في الجي اي تي، السيروتونين بتاع البليتلتس، والكافيين القهوه. ليه الليسته دي ملهاش اي قيمه؟ لان عشان دول يستيميليت الكورتكس طلعوا كورتيزول لازم يبقوا ان لارج اماونت، وبالتالي هم فيسيولوجيكالي نوت امبورتنت، يعني هي بس مهمه بعض ناس تتفلسف وتجيبها في الام اس كيو.
هل في حاجات بتعمل دايركت ستيميليشن للكورتكس تطلع منها كورتيزول؟ اه فازوبريسين، فازو اكتيف انزايم بيبتايد، سيروتونين وكافيين. دول مهمين بقى، احنا قلنا ان دول الهرمون بتوع الاسترس، فاي ستريس فور ستيميلاي يطلع كورتيزول اكتر. زي مين يا اولاد؟ الكتروكونفالسيف ثيرابي. عارفين الناس اللي عندها امراض نفسيه بيدوله علاج بالكهرباء، الكترو كونفالسيف يعني يدوله كهرباء فتتشن، فاي يعني بيس ميكر غريب مشغل المخ يقف ويدي فرصه للنورمال بيس ميكر، مخ عنده بيس ميكر مشغل مخ. عرفنا ازاي انها فيري ستريسفول ان احنا ندي علاج بالكهرباء، لقينا العاني اللي بنديله الكترو كونفالسيف، الكترو كونفالسيف ثيرابي، كورتيزول ليفل بيعلى جدا عنده، يبقى الوضع ده ستريسفول. داين بيشنت مش ده خلاص عام بيمر بالموت، بيزيد جدا عنده الكورتيزول، فعرفنا ان عمليه الديث ده جوينج ثرو ديث عمليه فيري ستريسفول. سليب ديبريفيشن، حرمان من النوم بيزود الكورتيزول، يبقى ده ستريسفول. الفايرال انفكشنز، الحته دي مكتوبه الاوائل الاوائل، يعني هو عاوز يقفل. الطبيعي لما يجي لك سؤال كنترول اوف كورتيزول، اقولها تاني ونقفل بكده يا اولاد، بتسال روحك سؤال، هل الادرينال كورتكس تحت تاثير الانتيرو بيوتري؟ الاجابه نعم. طب لاوائل الاوائل تو لايرز بس هم اللي تحت تاثير الانتيرو بيوتري، اللي هم الزونا فاسيكولاتا 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 اللي بتطلع جلوك كورتكويدز جلوك كورتكويدز جلوك كورتكويدز وشويه سكس هرمون، ثم الزونا ريتيكولاريس اللي بتطلع سكس هرمون، قلنا الشبكه بتطلع سكس هرمون وشويه جلوك كورتكويدز، دي اللي تحت الاس تي اتش. في الحالة دي هتكتب ازاي الإجابة السؤال يا أولاد؟ هتاخدها من فوق لتحت، الهايبوثالاموس كورتيكوتروبين ريليسي هرمون هيطلع من الانتيريو بيوتري اي سي تي اتش، هيطلع من الادرينال كورتكس الكورتيكال هرمونز اللي أمهم الكورتيزول. ده النظام. وما عشق يستعشق النظام. طب الكورتيكوتروبين ريليسي هرمون لأوائل الأوائل هتكتب 7 معلومات. معظمهم معاد، عشان كده قلت المحاضرة دي فيها إعادة كتير قوي. بيطلعوا من نيرونز اوف باراميتريكال نيوكلياي، عد معايا نمره 1 اهي. سكريتد من ميديال امينس نمره 2. ينزلوا عن طريق هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن نمره 3. نيجي المهم بقى. تركيبه سمول بيبتايد نمره 4. يبقى الاكشن نون جينوميك، هنا هيطلع الاي سي تي اتش اللي هو بروتين بالاكسيتوزيس، يبقى لازم تختار الداي اسايل جيسترو ترانسفير بتاع الكالسيوم نمره 5. اهم معلومه هما ليه ستريس هرمون؟ لانه بيزيدوا بالنيرفس ستريس. وعليه نمره 7 انه في دايورنال او سيركاديان ريذم هاي ان ذا ايرلي مورنينج، 3/4 الكميه بتطلع في الايرلي مورنينج، لانه بيبقى الكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون ده بيطلع امبرست امبلسز، البلسز بتبقى مور فريكوينت ومور ديوريشن، كميات رهيبه من الكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون، طلع 3/4 الكمية في الايرلي مورنينج، كمية قليلة في اللو ايفنينج. يبقى طالع من نيورونز اوف باراونتيكولار بروديوست سكريتيف ميديال امينس نمرة 2، هايبوثالاموس هايبوفيزيال بورتال سكريشن نمرة 3، سمول بيبتايد نمرة 4، نان جينوميك نمرة 5، نيرفس ستريس نمرة 6، ومتعلق بيها نمرة 7 في الديورنا. طب نيجي الاس تي اتش، دي مش مهم قوي، بيطلع من ميزوفيليك سيلز كورتيكو تروبس نمرة 1. الهاف لايف 10 دقايق. مش مهمين الاثنين دول، نمرة 3 مهمة بقى، تركيبها بولي بيبتايد زي الجروث هرمون والبرولاكتين. في 3 بولي بيبتايد وأعدها المرة العشرة، جروث هرمون برولاكتين وإس تي اتش. المعلومة الرابعة يبقى نون جينوميك بتشتغل بالأساسي السايكليك إم بي. المعلومة الخامسة مهمة جدا. انه نوت امبورتنت فور زونا جلوميرولوزا، انما مهم للزونا فاسيكولاتا 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 وريتيكولاريس. معلومه السادسه، الكرونيك ستيميليشن بيعمل هايبرتروفي وهايبربليزيا زي قلنا كرونيك ستريس. وبعدين السابعه انه عنده ويك بيتا من الميلانوسايت سيميتيك هرمون لايك اكتيفيتي. والثامنه دايورنال فاريشن. طيب دول من فوق بيحددوا حضرتك عاوز قد ايه ديبندنج على النيرفس ستريس، عشان كده اكتر الصبح. طب مين ده يحدد؟ الهايبوثالاموس بيوتري يحدد من فوق، من تحت
فيدباك يثبت. الاوائل يكتبوا لو مش لو زاد الكورتيزول الاوائل، لو زاد الفري كورتيزول اللي هو الاكتيف فور، لان قلنا اللي متحد مع كورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبولين اللي هو الباوند فورم ده ده انكتيف، لو زاد الفري كورتيزول عشان ما يحصلش هايبر فانكشن ننقصه، نقلل الكورتيكوتوبين ريليسينج هرمون والاس تي اتش. نقص الفري كورتيزول نزوده ازاي؟ نزود الكورتيكوتوبين ريليسينج هرمون والاس تي اتش. الاوائل اوائل وللناس اللي بتحب ترزل في الام اس كيو، كورتيزول في حاجات بتزوده اربعه مش مهمين لانهم عاوزين لارج دوز ونون فيسيولوجيكال، اللي هم فازوبريسين، فازو اكتيف انستاينال بيبتايد، سيروتونين، والقهوه كافيين. لكن الاربعه المهمين الاستريس والاستيمولاي، بيزيد بالعلاج الكهرباء، وده عرفنا ان دي فيري ستريسفول، الكترو كونفالسيف ثيرابي، داين بيشنت، سليب ديبريفيشن، حرمان من النوم، فايرال انفكشن. وهيبقى سؤال واحد واختم بيه واشوف ذكائكم هيقول لكم ايه يا اولاد. لو واحد بيشتغل نايت شيفت، يعني بيقوم بيشتغل بالليل وينام الصبح، تفتكر الكورتيزول هيبقى اعلى امتى؟ خلاص الاجابه واضحه، هيتقلب السيركاديان ريذم، لان هو بيبقى ستريسد قايم للشغل بالليل، نايت شيفت ليل يبقى يطلع الكورتيزول كتير، وبينام الصبح يقل الصبح. فمن هنا عرفنا ان الديورنال او سيركاديان ريذم دي متعلقه بالستريس، ان النايت شيفتس بيزيد فيها الناس اللي بتشتغل نايت شيفتس. انا عارف طولت، بس دي كانت اكبر واهم غده لانها اسينشال فور لايف، الزونه كلومريلوزا بتاعت المينرالوكورتيكويدز، والزونه فاسيكولاتا بتاعت الكورتيزول. احنا اكشلي خدنا ثلاث غدد يا اولاد. بشكركم على حسن انصاتكم، واتمنى اكون افدتكم، وتراجعوا الفيديو اكثر مره، لان انا رجعت كتير المره دي برضو لاهميه الغده. ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. شكرا.